سكلروسز اللي هي نهايه الامراض اللي حكيت لكم اياها كلها، من الفيرولوجي، من الاوتو اميون، من الهيموكروماتوزز، ويلسون، الكهوليك، نون الكهوليك، رير ديزيزز، نهايتها اذا ما تعالجت، اذا ما اكتشفناها، هي السيروسز. من السمعون سيروسز، هذا هيستولوجيكال تيرم. شنو هيستولوجيكال تيرم؟ يعني يكون احنا مسوي له ليفر بايوبسي ولاقين اكو ريجنريتيف نوديولز، اكو فايبروز سيلز، معناها هذه عرفنا انه بدا فايبروسيس، بدات الخلايا مال الكبد تتلف وتصير فايبروسيس. من صارت فايبروسيس اللي هو النهايه مال السيروسيس، اللي بالعربي يصحوا له تشمع الكبد. تشمع الكبد هو هيستولوجيكال تيرم، بالضبط يساوي ايكوال تو ليفر فيلير. شنو ليفر فيلير؟ هذا بعد الليفر صار فايبروز، بعد كل فانكشن من عنده، صناعه الكوجيليشن فاكتور، صناعه البروتينز، الميتابوليزم، كلها تنتهي به، كلها هاي مسؤول عنها الليفر. الفانكشن مال الليفر مسؤول عنها، صار ليفر فيلير، صارت هي هاي حاله مال الليفر فيلير. اذا الليفر فيلير تساوي هو الليفر فايبروسيس، او تقدر تقول الليفر فايبروسيس يساوي الكرونيك ليفر فيلير اللي هو الليفر فايبروسيس. بس اذا عرفتوا، اذا طبيب سالكم، اذا استاذ سالكم يابا شنو الليفر سيروسيس، تقول له هذا هيستولوجيكال تيرم، لازم انا مسوي ليفر بايوبسي وعارف انه هذا وصل مرحله فايبروسيس والسيروسيس. بس يا ترى السؤال، انا كل المرضى مسوي لهم ليفر بايوبسي على مود وصلتهم ووصلت للتشخيص انه هذول عندهم ليفر سيروسيس؟ لا، مو كلهم. اقدر اعرف كلينيكالي ومن الانفستيجيشنز انه هذا المريض وصل مرحله ليفر سيروسيس او لا، لان هي يعني ان اكسبتبل انه كل مريض اسوي له ليفر بايوبسي على مود اشوف الفايبروز. راح تسالني تقول لي شلون؟ انا اقول لك من ذني الامراض اللي حكيت لكم اياهن كلهن، خوش كلهن نهايه ليفر فايبروسيس اذا متعالجن. واذا صار ليفر سيروسيس بعد انتهى الكوز، هو صار انتيتي واحده متشابه بكل الامراض، اسمه الليفر سيروسيس، من الفيتشرز، من الانفستيجيشنز مالته، من الكومبليكيشنز. شلون اعرفه؟ فرضا من الكلينيكالي بدت عنده تصير اسايتيس، المريض اللي هو فرضا هيباتيتس سي بوزيتيف او هيباتيتس بي او الكهوليك او نون الكهوليك، ورا فتره اجاني قام تصير عنده ليه قديمه، قام تصير عنده اسايتيس، صار عنده هيماتيميسز، دخلت بالناظور وشفت اسوفيجيال فاريسز، سويت له تحاليل لقيت عنده الاي ان ار صاعد، لقيت عنده الالبومين لو، هذه كلها يخلي ببالي انه المريض وصل مرحله الكرونيك ليفر فيلير. ليش صار كرونيك ليفر فيلير بهذا المريض؟ معناها هذا البيشنت ابو الهيباتيتس سي بوزيتيف وصل مرحله الليفر فايبروز سيروز وفيل، ومن فيل صارت هاي الاعراض عنده اللي هي الاديمه، الفاريسز والهيماتيميسيز، فقد الوعي وصار هيباتيك انشفالوباثي. بالانفستيجيشن سويت اللي هي وطلع عن الانفستيجيشن، فاقدر تقريبا اعرفه كلينيكالي من التحاليل والاعراض مالته، اعرف انه هذا المريض وصل ليفر سيروسيس لو لا. بس كديفينيتيف دايجنوستس انه هذا البيشنت ليفر سيروسيس لو لا، ليفر بايوبسي. نحتاج الليفر بايوبسي مرات؟ لا، نحتاج الليفر بايوبسي. هسه تقول لي شلون احتاج الليفر بايوبسي؟ اكو بعد المريض يجوز ما واصل سيروسيس، بعد بدايات الفايبروسيس. شلون؟ المرضى المرضى اللي عندهم هيباتيتس بي بوزيتيف او الاوتو اميون، هذا بعد ما وصل ستيج 4 فايبروسيس اللي هو سيروسيس، او الستيج 5 بعد بداياته، بدايه الفايبروسيس، هذا ما عنده اعراض، لا عنده هذه الاسوفاجيال فاريسز، لا عنده الهيماتيميسز، لا عنده الاديمه، البومين طبيعي، الليفر يشتغل، كله يشتغل نورمال. بس انا اريد اعرف بدا الفايبروسيس لو لا، اسوي له هنا ليفر بايوبسي. ليش؟ على مود اقرر اكو انديكيشنز بيها الفايبروسيس هذا تفيدنا، ابدي علاج الهيباتيتس بي او اعطي ستيرويد للاوتوميون، ازود الجرعه قبل ما يبدي السيروسيس. مرات لا، احتاج الليفر بايوبسي. بس من يوصل المريض الى كومبليكيشنز وبدت عده واديميتاس وفقد الوعي، بعد انا اقدر اعرفه كلينيكالي من الانفستيجيشن انه البيشنت وصل كرونيك ليفر فيلير. خوش عيني طلاب.
هذا حسين صراحة بس سؤال بس، يلا عيني اسال. يعني شلون انا اشك بواحد انه عدي عن سيروس عم اخذ بايوبس؟ يعني شنو الشيء يخليني اشك فيه قبل السيمبتومز يعني؟ انا اقول لك، فرضا عندنا الهيباتيتس بي بوزيتيف، وانا شرحت لكم عليها الهيباتيتس بي. الهيباتيتس بي مو اي واحد نعطيه علاج، واحد عمره 30 سنه جاي يجيني واشوف انا ماكو انديكيشنز مال تريتمنت مالته، اظل اسوي له فلو اب فلو اب فلو اب، الانزيمز نورمال، كل شيء نورمال، والفايرال لود بعده مو عالي، خو ما انتظراني للابد، اقول له تعال انتظر انتظر انتظر. تجي فتره مرت اقول له لازم اسوي لك ليفر بايوبسي اشوف الليفر، سويت له بايوبسي وطلع ستيج 2 فايبروسيس او ستيج 1 فايبروسيس. هذا بعد اقول له انت ما دام بدا فايبروسيس عندك قبل لازم اسوي لك، لازم اعطيك علاج على مود امنع البروجريشن مال فايبروسيس ويصير سيروسيس. خوش انت، هو عنده كرونيك ليفر ديزيز، اذا تتوقع انه يصير عنده فايبروسيس، فلازم تسوي لها قبل ما يوصل مرحله السيروسيس. واضح؟ بس اذا مريض جايك وهو عنده فيتشرز، هذا المريض نفسه او الهيباتيتس بي وجاي يجيك فاقد الوعي، جاي يجيك رينال امبيرمنت، ديفيوز اسايتس، ليه قديمه، مزوع دم ومسوي له او جي دي انت، وطالع عنده اسوفيجيال فاريسز، هذا انت بعد شخصت انه المريض صار ليفر فيلير. اكو داعي بعد يابا اسوي له ليفر بايبسي على مود اشوف الليفر؟ ها، او السونر جاي يكشف لي يقول لي يابا ترى الليفر شرينكج صار بيه، هذا بعد واضحه انه هذا ليفر سيروس، ماكو داعي اصلا اسوي له ليفر بايبسي. واضحه طلاب؟ نعم مستر واضح. زين، مثل ما قلت لكم السيروسز ما دام صار ريجاردلس ذا كوز، اي كوز من اللي شرحت لكم اياهن او اللي راح اشرح لكم اياهن يوصل سيروسز، بعد صار نفس الكلينيكال فيتشرز، نفس الانفستيجيشنز، نفس الكومبليكيشنز، نفس الكونزرفاتيف مانجمنت اللي اعطيه اياه، نفس الديفينيتيف مانجمنت اللي اعطيه اياه. هسه تقول لي شنو الكلينيكال فيتشرز اللي حكيتهن؟ هاي داعي تناني كل مره احتمال اللي هنا الكلينيكال فيتشرز مال الكومبليكيشنز، اكثر شيء الكلينيكال فيتشرز هنا مال الكومبليكيشن مال الليفر سيروسز، بس نون سبيسيفيك فيتشرز مال السيروسز، فاتيجابيلتي، احتمال قليل يصير عنده ايتشنج، خوش لوس اوف اتيتيود، لاتيتيود عنده، ديزنس، هذه نون سبيسيفيك فيتشرز. بس السبيسيفيك اوف سيروسز هي الفيتشرز اوف كومبليكيشنز. اجاني جاي يجيني يقول لي دكتور هاي بطني نفخت، رجليه جاي تورم، دكتور جوع الدم، دكتور هذا جاي يخربط بالوعي مالته، جاي ينام بالليل، جاي ينام الظهر وبالليل ما ينام. فيتشرز هاي كلها بدي احكي لكم اياها، كلها فيتشرز مال ليفر سيروسز. هذه كلها الفيتشرز اللي احكي لك اياها نفسها، سواء هيباتيتس بي او سي او الكهوليك او نون الكهوليك او هيمو او ويلسون او غيرها، كلها نفس الفيتشرز ما دام وصل سيروسز. تجي للانفستيجيشنز، مساويات لو ما مساويات، كلها مساويات، احتمال عنده كوغلوباث الاي ان ار صاعد، تلقى عنده الالبومين لو، الانزيمز بالبدايه عاليه، خوش كلها نفس الشيء. من راح اسوي له انفستيجيشن، من راح اسوي له او جي دي القى اسوفيجال فاريسز، اسوي له الترا ساوند القى اسايتس. واضح؟ هاي بالنسبه للانفستيجيشن. بالنسبه للكومبليكيشن، كل الكومبليكيشن اللي راح تشيهن هن مساويات، كلهن يصيرون بالليفر سيروسز. الكونزرفتيف مانجمنت كل وحده والكونزرفتيف مانجمنت اللي نحكيها، والديفينيتيف تريتمنت اوف ليفر سيروسز اوف اني كوز هو واحد يحكيها ديفينيتيف تريتمنت اوف ليفر سيروسز ليفر ترانسبلانت. بعد هذا المريض اذا اجاك المريض الاهل وقال له الدكتور هذا شنو علاجه؟ يعني انت بعد تصارحهم تقول لهم يا ابا بعد هذا ماكو علاج له، دكتور منا عدل بدل، لا ماكو لا عدل ولا بدل، صار ليفر سيروسز الديفينيتيف مانجمنت ليفر ترانسبلانت. هاي العلاجات اللي اعطيكم اياها اني كونزرفاتيف، بس تطول حياته، بس تمنع الكومبليكيشنز من عنده، الكومبليكيشنز اللي هي صراحه نحكيها. ليش يصير ليفر فانكشن؟ ليش الليفر فانكشن يتاثر بالليفر سيروسز؟ لان راح يصير فايبروسز، راح يصير شرينكج بالليفر، الهيباتوسيلر ماس تقل شويه شويه، ومن تقل الهيباتوسيلر ماس اكيد راح يقل الفانكشن وياها، ومن يقل الفانكشن تبدي السيل تبدي السيمبتومز. ولهذا لازم راح تعرف انه انت ليش اكو مرضى
بالبدايه قليله الفيتشرز عندهم، كل ما يصير بروجريشن بالليفر سيروسز مالتهم راح تزود الفيتشرز عندهم. ليش؟ لان بالبدايه اكو باقي شويه من الليفر ماس باقيه قليله، باديه تشتغل، باديه تسوي ميتابوليزم، تصنع البومين، تصنع بروتينات. كل ما يصير بروجريشن بالفايبروسيز والسيروسيز يصير كومبليت لوس اوف فانكشن، بعد انتهى. من ينتهي راح تبدي السيفير كومبليكيشن، سيفير فيتشر، سيفير كومبليكيشن. زين، كل هذا السؤال حكيناه. يلا عيني احكي. بالنسبة دكتور للأزمة، ممكن سؤال؟ اي يلا أنا دكتور وياك اسمع. هسه هذا الصوت من يمك يا فاطمة بس مو من يمي. دكتور يلا زين، تريدون اذا هيك تخلون الاسئله بعدين تكتبوا لي اياهن اذا هيك مو واضح نكمل المحاضره؟ لا عطوني دكتور، سمعتي. فصل يوم الطالب يومها فصل النت. يلا يلا اوكي. ورجعت لو بعدها دكتور بس عندي سؤال بالنسبة يلا للانفستيجيشن، انزل. اي اللي هنا الانزيم المفروض ما يستثقل، يعني تو انه هيبوتسيول ديسفكشن صار. اي طبعا، بالبدايه الانزيمز هاي تلقيها شويه زايده، لما يبدي الليفر فانكشن كله ينتهي والهيباتشر ماس تبدي ترجع اصلا نورمال. فشوفيها يعني هذا الطبيب اللي ما يعرف يشوف الليفر انزيمز نورمال يقول له لا ما بيك شيء، الليفر انزيمز نورمال. هي بالعكس، الليفر انزيمز من ترجع نورمال معناها هذا دليل انه ليفر فايبروز. سمعتيني؟ اي نعم دكتور. خوش. بعد اكو طالب عنده سؤال هم حكيت. دكتور اني الصوت واضح يلا هسه؟ عيني. اي واضح. بس دكتور سؤال، ايش انت قلت انه الليفر سيروسز نفس الكرمال اذا كان عنده اي مرض ثاني مثلا هيباتيتس بي او سي، اي نعم. هاي في صوتك يقطع، كلش يقطع صوتك. راح اكتب السؤال دكتور، راح اكتب السؤال. يلا كتبي. واني مطلع الشاشة فما اقدر، يعني لازم لو هاي لو هاي. اذا هيك راح نظل سنه، احنا طلاب ترى. دكتور العفو كمل، وبعدين الاسئله ان شاء الله نخليها نهايه سؤال. المحاضره ان شاء الله استاذ. اي والله، اذا اسهل هيك راح نظل السنه الجايه يجوز بهيك وقت. يلا أس... نكمل. لا لا ان شاء الله استاذ خلص من الوقت. انا باقي وياكم حسب ما للصبح هم سالوني اجاوب. باعولي فالمهم انه تميز بين الكومبنسيتد ليفر وبين النون كومبنسيتد ان دي كومبنسيتد ليفر سيروسز. شنو دي كومبنسيتد والكومبنسيتد ليفر؟ الكومبنسيتد ليفر هذا انت شخصت ليفر سيروسز عن طريق الالترا ساوند، هو الكهوليك ليفر ديزيز، واجى بالصدفه انت جاي تسوي له تحاليل دوريه وابو السونار قال لك يابا ترى هذا الليفر شرينكج، صغر حجمه واكو بينه نوديولز بي طالعه، او انت سويت له هاي الشغلات الدوريه من ضمنها الليفر بايوبسي وطلع عنده فايبروسيس، طلع عنده جريد 4 فايبروسيس، او سويت له فايبروس كان وطلع عنده فايبروسيس. بس المريض كل شيء ما بيه، لا عنده اعراض ولا بي شيء ولا يفقد الوعي
ولا رجلي بيهن شيء، ولا فتي قبلتي عنده، ولا بطنه موارنه، هذا كومبنسيتد. كل شيء ما بيه، هو الليفر محافظ نفسه بعده كومبنسيتد. اكو باقي شويه عدم من الليفر ماس وجاي تشتغل وزين ماشي اموره. خوش. بس تصير عنده الكومبليكيشنز، صار عنده الكواجيلوباثي، بدا يصعد الاي ان ار مالته، فقد الوعي، هيباتيك كيفالوباثي، هيماتيميس صار عنده، صارت عنده وحده من الكومبليكيشنز المهمه. هذا بعد تحول من كومبنسيتد الى دي كومبنسيتد، بدات عنده السيفير كومبليكيشنز مال ليفر سيروسس. هذا صار كومبليكيتنج كرونيك ليفر ديزيز، اللي يصرحون عنه او يسموه دي كومبنسيتد ليفر فيلير، دي كومبنسيتد ليفر سيروسس. هذا الفرق بين الكومبنسيتد وبين دي كومبنسيتد. ليش لازم تفرق بيناتهم؟ الكومبنسيتد تبقى يعني بس اوبزرفيشن، تحاليل دوريه، توصيه على اكلات معينه ما ياكلها، خوش، تحاول يعني تحاول تحافظ على هذا الريزيرف مال الليفر فانكشن. الدي كومبنسيتد معناها لازم تبدي تعالج الكومبليكيشنز، كل كومبليكيشن صارت عنده لازم تعالجها. ما دام صار دي كومبنسيتد اذا لازم تفكر الدور، تقول هذا صار دي كومبنسيتد، شو اسوي؟ اخليه على ليست مال الليفر ترانسبلانت. ليش هسه عرفنا ليش نميز بين الكومبنسيتد والدي كومبنسيتد؟ لان دي كومبنسيتد معناها بدات تصير كومبليكيشنز، معناها لازم اخليه على ليست مال الليفر ترانسبلانت. الكومبليكيشنز اللي سوت اللي صارت بالليفر فايبروسيس هي اللي تحدد انه هذا كومبنسيتد ليفر فيلير لو كومبنسيتد ليفر سيروسيس لو دي كومبنسيتد. خوش؟ زين. هذه نعبرها، هذا السلايد نعبره، لان انا حاكي لكم عن كلهن. الكهوليزم حكيناه، كرونيك فايرال هيباتيتس البي والسي. يعني هسه من راح واحد يسالكم يقول لكم شنو الفايرال هيباتيتس اللي تسوي الليفر سيروسز، مو واحد يجي يقول له والله كرونيك هيباتيتس اي، يعني صفر. انا اذا واحد جاوبني هالجواب اقول له صفر، لان شرحت لكم اياها، ومن اللي يسوي الكرونيسيتي، ومن يسوي السيروسز، ومن ما يسوي. بس البي والسي او الاوتوميون هيباتيتس، الالكهول يكون نوع الكهول طبعا عايدها هي الكهوليزم فوق، البلياري كوزز البرايمري بلياري سيروسز والسكليروزنج كولنجايتس، او اكو شيء ذيك مره راح حكيت لكم اياه يسحوله اي جي جي 4 كولنجيوباثي اوتو اميون كولنجيوباثي، او الكاردييك سيروسز. شنو الكاردييك سيروسز؟ من واحد يجاوبني يقول لي شنو الكاردييك سيروسز؟ هو ليفر فيل يعني رايت سايد هارت فيل، ليفر كونجشن، الكونجشن راح تسوي فايبروسيس كاردييك سيروسز. فيري جود، هذا مختصر الكارديك سيروسز. هو المشكله عند هارت فيلير، رايت سايد هارت فيلير، واحده من الكومبليكيشنز مال الهيباتيك كونجشن، كونتينوس هيباتيك كونجشن، كونتينوس هيباتيك انفلاميشن، صار عنده ليفر سيروسز، صار صح ولا كارديك سيروسز. البرايمري كوز هو الكارديك، او الانهرتد الميتابوليك الهيموكروماتوزز ويلسون الفا 1 سيستيك فايبروسز، او الكريبتوجينيك سيروسز اللي لحد الان اكو شيء اسمه كريبتوجينيك سيروسز. قبل كانوا الكريبتوجينيك سيروسز لقوا الحل مالته انه نون الكهوليك فاتي ليفر ديزيز، بس شنو معناها انتهت بعد ماكو كريبتوجينيك؟ لا، لحد الان اكو كريبتوجينيك سيروسز، ما ندري شنو الكوز مالته. هو عنده ليفر سيروسز ما ندري، وهواي حالات شايفين احنا عنده ليفر سيروسز وما ندري شنو الكوز مالته. زين، الكومبليكيشنز مال السيروسز، اهم كومبليكيشن اللي راح اشرح لكم عليها هي البورتال هايبرتنشن. بس اكو غير كومبليكيشن، اكو مال النيوتريشن، الكوغيلوباثي اللي مسؤول عن التصنيع مال الكوغيليشن فاكتورز، البون ديزيز اللي حكيناها، هيباتيك اوستيودستروفي او الهيماتولوجيكال ابنورماليتيز، الانيميا والهيموليسيز والثرومبوسيتوبينيا والنيوتروبينيا. اهم شيء عندنا هو البورتال هايبرتنشن. الموست سيريوس كومبليكيشنز هو البورتال هايبرتنشن، هو اللي يحدد لنا الكومبنسيشن والدي كومبنسيشن. gastroesophageal varices, portal hypertensive gastropathy, splenomegaly والhypersplenism نتيجة ال portal hypertension. ال hypersplenism تعرفون شنو الفرق عن splenomegaly؟ يعني splenomegaly بس يعني large، hypersplenism يقول ال functional liver تزداد، ال splen تزداد، يسموه يعني كل يعني كل hypersplenism يعني يكون يعني هايبر سبلينزم، بس ممكن سبلينزم هايبر سبلينزم يعني. عشيد عشيد، يعني كل هايبر سبلينزم
لازم سبلين اوميجالي، بس مو شرط كل سبلين اوميجالي هايبر سبلينزم. السبلين اوميجالي انلارجمنت بالسايز مال السبلين، الهايبر سبلينزم لا انلارجمنت، وبدا هذا الهايبر سبلينزم ياثر على البليتلس والار بي سي والوايت بي سي، قام يصير عنده ديكريز بالسيلز، راح يصير عنده بانساتوبينيا بالاخير، هذا هايبر سبلينزم. الكومبليكيشنز بعد الاسايتس، سبونتينوس بكتيريا بيرتونايتس، الرينال فيلير نتيجه الليفر سيروسز اللي يصحوا له هيباتو رينال سندروم اللي بنوعين تايب 1 و 2، الهيباتو انكفالوباثي والهيباتو بولمونري والهيباتو بولمونري والبورتو بولمونري هايبرتنشن. يعني شوف انا مسطر لكم اياهم، اذا اجيب لكم سؤال يابا شنو الكومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن، تعددوا لي ذا النيتش الفوق كلهم ذا النيتش كومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن. شنو الكومبليكيشنز اوف سيروسز بصوره عامه، تعددوهن كلهن بس البورتال هايبرتنشن بس الفوق، بس كصوره عامه السيروسز هاي الكومبليكيشن مصدركم اياها بالاسود يعني. زين سامعين بالتشايلد بيوب سكور؟ اي نعم دكتور. كل مريض نريد نعرف الجريدنج مال السيفيرتي مالته مال الليفر سيروسز، خمو احنا هيك رفلي احنا كل شيء بالطب هو سكورات، سووا سكور يعتمد على البيليروبين والالبومين والاي ان ار اللي هو الكوغليشن فانكشن والبرزنس اوف اسايتس والهيباتيك انكفالوباثي، عن طريقه سووا جريد بي 1 بوينت و 2 بوينت و 3 بوينت وبالاخير سطروا نقاط، من عندها نحدد هذا البيشنت جريد اي هيبات تشايلد فيو لو 2 لو 3 لو بي لو سي، واضح حسب النقاط اللي مجموع مالتهم، هذا مهم وينحفظ وبالارقام مالتين ينحفظ همين تشايلد فيو. شنو فائدته هذا؟ انا من عنده احدد هذا البروجنوسيس مال البيشنت. يعني اجاني اليوم اجاني مريض ليفر سيروسيس نتيجه اوتوميون وعنده كوليسيستاتس والجراح يريد يشتغله عمليه. يريد يشتغله عمليه كوليسيستكتومي لاب كوليسيستكتومي. قال لي بلا زحمه حدد لي السيفيرتي. شلون حددت له السيفيرتي؟ اجيت الهاي الفانكشنز، اجيت للبيليروبين، للالبومين، للاي ان ار، شفت عنده اساتس لولا او هيباتيك فالوباثي لولا، وحسبت له وقلت له يابا هذا تشارلد بيوك اي، طلع الرقم 6 وتشارلد بيوك اي. شنو الفائده هذا؟ ليش انا قلت للجراح هذا؟ اولا حددت له السيفيرتي على مود الريسك مال السيرجري، وين المريض اللي اشتغلت جراح تشارلد بيوك سي، وين اللي اشتغلت تشارلد بيوك اي. تشارلد بيوك اي نورمال تقريبا لو ريسك اوف سيرجري عنده لان هو لو ريسك اصلا. وبعد تحدد لنا البروجنوسيس مال البيشنت، المورتاليتي من عند البيشنت ابو الليفر سيروسز اللي هو تشايلد بيوك سي تختلف عن المورتاليتي مال تشايلد بيوك اي حسب الارقام اللي نحددها وحسب ما نحسب له. واضح؟ هذا فائده السكور. ريسك اريد احدد ريسك لاي شيء، اريد احدد ريسك السيرجري، اريد احدد ريسك الليفر ترانسبلانت، اريد احدد ريسك، اريد احدد البروجنوسيس للبيشنت. اجاني هو المريض يعني قال لي دكتور ايش قد نسبه الخطوره اني علي بالمستقبل، اقدر احدد هي احسب له هذا تشايلد بيوك سكور واقول له يابا هذا هل قد مورتالتي عندك بسنه، هل قد بسنتين، هيك بروجنوسيس والريسك مالته والسيفيرتي عن طريق تشايلد بيوك. زين نجي للبورتال هايبرتنشن، هي الموست امبورتنت كومبليكيشن اوف سيروسيس of decompensated cirrhosis اللي مسؤوله عن هاي الكومبليكيشنز اللي حكيت لكم اياهم كلهم. صار بورتال هايبرتنشن اذا احتمال صار اسوفاجيال فاريسز، اذا احتمال صار بليدنج، اذا صارت اسايتس، اذا صارت هيباتورينال سيندروم، صار هيباتوبولمونري سيندروم، اذا صارت اسايتس معناها صارت سبونتينس بكتيريا بيرتونايتس، اسايتس كومبليكيتنج اولسو باي رينال فيلير ينصح له هيباتورينال سيندروم، كله ليش؟ بيكوز اوف بورتال هايبرتنشن اللي صار نتيجه الليفر فايبروسيس. زين هذا هم عدت الحكي وانا عايد انه الكومبليكيشنز هاي كلها ريجاردلس ذا كوز. هو شنو هو البورتال هايبرتنشن؟ يعني من اسمه اكو بورتال فين، شنو البلد سبلاي مال الليفر؟ جاوبوني دكتور. البورتال فين والليفر ارتري هيباتيك ارتري عفوا يسر. شنو المين منو المين بلد سبلاي؟ مين البورتال فين؟ زين ليش من البورتال فين؟
هو شنو البورتال فين من متكون؟ دكتور السبلينك فين والسوبرير مزنتريك فين؟ والسوبرير مزنتريك فين يتحدن سوى يسوون البورتال فين يدخل بالليفر. ليش البلد سبلاي عن طريق البورتال فين 80% و 20% من الهيباتيك ارتر؟ يعني منو من يعرف ليش؟ مش عجب يعني. هذا الدرينج مال الباول كله قاعد يرجع للليفر. يعني اي عافيه الكميه اللي راح الكميه اللي راح توصل راح توصل اكثر. كل شيء ميتابوليزم يصير على الليفر، لازم كل شيء امرره على الليفر. اذا انا عندي اهم شيء البورتال فين، البورتال فين 80% من البلاد عن طريق البورتال فين مال الليفر، ال 20% مال الهيباتيك ارتري بس تجهزها بالاوكسجينيشنز خوش والفايتلز والنيوترينس اللي تجهزها عن طريق الهيباتيك ارتري، بس كل شيء بلاد يمر لازم عن طريق البورتال فين، لان يسوي درانج الباول هذه كل حبايه بلعها اني لازم تمر عن طريق البورتال فين عن طريق الليفر والدور تطلع عن طريق الهيباتيك فين ويصير لها درانج بعدين. اللي هو هذا الشيء يصيح له هذا كل اللي حكيت لكم اياه بارتو. شنو انتيرو هيباتيك سيركوليشن هو هذا الانتيرو هيباتيك سيركوليشن. اني اجيت وبلعت حبايه بارستول مو قبلها هي والله اخذها وراحت ورجعت للفينوس سيستم وكل شيء، لازم عن طريق المزنتريك فينز مرت عن طريق البورتال فين عن طريق الليفر سوالها ميتابوليزم طلع الفائده من عندها البقية ذهب بالهيباتيك فينز راح الهيباتيك فينز طلع من الليفر صاحوا لهذا الانتيرو هيباتيك سيركوليشنز. كل ما صار فايبروسيس بالليفر كل ما صار فايبروسيس راح يزود البريشر بالبورتال فين، باك اب بريشر راح يزود بالبورتال فين، اذا راح يزود البريشر بالبورتال فين من اسمه بورتال هايبرتنشن زادت الريزيستنس. زين شنو الكوزز؟ اكو لازم تعرف كل شيء سوى انكريز بالريزيستنس مال هذا البورتال فين هوايه، اكو قبل الليفر وبالليفر وبعد الليفر. هذا اول تقسيم انا مخليكم اياه، بس التقسيم الثاني اللي هو احلى هذا داي تطلع عندكم الصوره مو هنا عندي صار هذا تقسيم ديفيدسون. اكو مشاكل زودت البريشر بالبورتال فين، زودت الريزيستنس بالبورتال فين، بس بعدها ما داخله للليفر فري هيباتيك اللي هي البورتال فين ثرومبوسيس والسبلينك فين ثرومبوسيس. شوف السبلينك فين ثرومبوسيس ما انطفت كومبليت فيتشرز مال بورتال هايبرتنشن لان الثرومبوسيس بالسبلين، بس انطى فيتشرز تشبه البورتال هايبرتنشن انتوا لا تركزون عليها كلش، ركزوا اهم واحد البورتال فين ثرومبوسيس. اكو فد ثرومبوس صارت بالبورتال فين وزودت البريشر داخله، زود ريزيستنس بالبلس سبلاي زاد البريشر. او نجي للهيباتيك، الهيباتيك هنا داخل الليفر، اما بري سانوسويدال قبل السانوسويد اللي هي الشيستوسوما شيستوسومياسيس، اكو هذا الكونجنتال هيباتيك فايبروسيس بعد ما داخل بالسانوسويد، داخل الليفر بس ما داخل السانوسويد، او سانوسويدال اللي هو هذا السيروسيس. هذا اللي حكيناه كله هو سانوسويدال بالسيلز بالسانوسويد سيروسيس وزاد البريشر على البورتال فين وصار بورتال فين بورتال هايبرتنشن. شوف الالكوهوليك هيباتايتس، واحد يسالني الدكتور يقول لي ليش مخلي الالكوهوليك هيباتايتس، انت مو مخلي السيروسيس او ديفيدسون، ليش مخلي الالكوهوليك هيباتايتس؟ من يعرف جواب؟ من يفكر بها ويعرف؟ يعني توكسيد مات الكحول يصير يعني بري بورتال فصير انفلاميشن وهذا يسوي قضيه، لان شافوا الالكوهوليك هيباتايتس بعدها ما مسوي سيروسيس وسوت ريزيستنس بالبورت بالبلاد سبلاي بالبورتال فين وسوت بورتال هايبرتنشن، مع العلم المريض بعد ما وصل بورتال ما وصل ليفر سيروسيس، فوحد الالكوهوليك هيباتايتس وذاوت ليفر سيروسيس محتمل يسوينا بورتال هايبرتنشن خوش، او البوست سينوسويدال اللي هو الهيباتيك سينوسويدال اوبستراكشن فينو اوكلوسيف فينو اوكلوسيف ديزيز او الفينو اوكلوسيف سيندروم. هذا الجدول ينحفظ واكو صوره بالديفيدسون ترجعون تشوفوها
ويقسم لكم اياها البري هيباتيك والهيباتيك والبوست هيباتيك، وياها توضيح بالرسم. نجي هذا البوست سانوسودال بعده داخل الليفر، بس بوست سانوسودال. البوست هيباتيك، البوست هيباتيك الباتشياري سيندروم اللي راح احط لكم اياها اسوي لكم محاضره عليها، لان مهم هذا الباتشياري سيندروم او باتكياري سحوله او باتشياري اللي هو هيباتيك فين ثرومبوسيس. شوف عكس الليفر، قبل الليفر البورتال فين ثرومبوسيس، عكس الليفر الهيباتيك فين ثرومبوسيس سوى باك اب بريشر على البلاد سبلاي على الليفر، والليفر على البورتال فين وزود الريزيستنس وسوى بورتال هايبرتنشن. او الهيباتيك فين وين يصب؟ يصب على الانفيرير فينا كيفا. اذا فد اوبستراكشن على الانفيرير فينا كيفا ويبس او ثرومبوسيس او اي شيء، هم سوى باك اب بريشر وزود الريزيستنس وبورتال هايبرتنشن. او الكارديو كوزز، واضح؟ والكوزز البقيه الكارديك اللي هي الريستركتيف الكونستركتيف باركاداتس الكونجستيف هارت فيلير، كلها نتيجتها الالتيميت ما دام تاثر على الانفيرير فينا كيفا، اذا بالاخير احتمال نتيجتها بورتال هايبرتنشن، لان وحده متعلقه بوحده. بورتال فين سبلينيك فين مزنترك فينز والبورتال فينز والسبلينيك فينز يتعلقان بالبورتال، البورتال يتعلق بالليفر، الليفر يتعلق بالهيباتيك فينز، الهيباتيك فين يتعلق بالانفيرير فينا كيفا. اي واحد من عندهم يصير بيه مشكله تاثر على الباك اب بريشر يسوي بورتال هايبرتنشن. هذا حكينا من يتكون البورتال سيستم. زين البورتال هايبرتنشن يعرفوه انه زياده بالبريشر داخل البورتال فين يوصل 12 ملم مركري. اكيد واحد راح يسالني يقول لي شلون يقيسون البريشر بالبورتال فين؟ هذه يعني داخلون كاستر داخل البورتال فين ويقيسون البريشر اللي هي اكيد ما موجوده عندنا احنا هنا. كلنا كل شيء عندنا يعني هناك يعرف البورتال هايبرتنشن بدل ولا لان قاسه بالضبط، دخل كاستر وقاسه. احنا هنا لا نتوقعها مثل اللي حكيت لكم اياه من مريض واصل ابو السونار يقول لي سبلين اوميجالي واصل عنده او اسوفاجيال فايروسز من سويت له بعد هذا اكيد واصل بورتال هايبرتنشن. زين من زاد البريشر بالبورتال سيستم راح يصير الكومبليكيشنز. البلاد سبلاي يريد يعبر عن طريق البورتال، يريد يعبر من عن طريق البورتال واكو ريزيستنس بسبب هذا البورتال هايبرتنشن، اذا راح يصير كولاترالز. يريد يعبر بلط من هذا السايد لهذا السايد راح تبدي الكولاترالز. الكولاترالز وين؟ الكولاترالز احتمال اللي هي الكومن، الكومن سايت والكومن كومبليكيشنز. وين هاي الكولاترالز؟ من يجاوبني؟ اسوفيجي يعني ما بين ليفت جاستيك ارتري والاسوفيجيال برانش. بالجاسترو اسوفيجيال جانكشن اللي هي الاسوفيجيال فاريسز تبدي تصعد، هي هاي وحده من الكولاترال. بعد بعد فارا امبلايكال دكتور، فارا امبلايكال، فارا امبلايكال هاي وحده من الكولاترال. لان زاد البريشر راح تبدي الاسايتس، راح يزود الريسك مال هيباتورينال سيندروم اللي حكيناه وكلها راح نحكيهن، وتبدي الهيباتيك انكفالوباثي. شوف هاي، شوف كلها هذه السيكولي كاتب لكم اياها. راح تبدي يصير سبلينوميجالي. ليه صار سبلينوميجالي؟ البورتال فين نهايه السبلينك فين، سبلينك فين يطلع من السبلين، السبلين راح يصير بيه انلارجمنت، كل ريزيستنس صار بيه انلارجمنت. يعني هسه تصورها السبلينك فين جاي يودي للبورتال فين، بس البورتال فين ما جاي يمر بيه بلط، شنو نتيجه السبلين؟ راح يصير بيه كونجستشن وانلارجمنت وسبلينوميجالي. من يصير سبلينوميجالي راح يصير بيه سيكوستريشن، الكل الار بي سي الوايت بي سي البليتلس راح يصير الهايبر سبلينيزم. وحده تتعلق بالثانيه، هذا كله بمرور الزمن، هذا مو بيوم ويومين، مو اني اليوم والله شخصته هيك شيء ثاني يوم صار عنده بورتال هايبرتنشن. هذا كله سيكولي فايبروز ليفر، بدت الكومبليكيشن لحد ما صارت. زين ك جنرال تيرمز هذه المانجمنت، احنا نقلل البورتال بريشر نعطي لازم نون سيلكتيف بيتا بلوكر نودالول او البروبرانولول. وظيفتها
أنا يجوز أنتم طابين استشارية من يجيني واحد إسوفيجيال فاريسز، أو راح أشرح لكم عن الإسوفيجيال فاريسز. سويت لو لقيت عنده إسوفيجيال فاريسز أعطيه إنديرال أو نادالول إذا موجود، هي نون سيلكتيف. ليش؟ شنو هي زغرة الإسوفيجيال فاريسز؟ شلون زغرتها؟ قللت البورتال بريشر، ما خلت بلاد سبلاي يمر، قللت تكون الكولاترالز، رجع البلاد يمر بالبورتال فين، اذا قلت الكولاترال زغرت الاسوفيجيال فاريسز. من تزغر الاسوفيجيال فاريسز يقلل الريسك مال الربتشر مالتها والبليدنج. هاي فائده من انه اعطي اني بيتا بلوكرز بالاسوفيجيال فاريسز. يقول لك هذه اني لازم استخدمها بروفيلاكسيس. احنا مثل ما قلنا احنا ما نقيس البريشر، هم يقيسوه كاستر ويشوفون البريشر ايش قد طلع ويعطون بروفيلاكسيس. احنا عاده نعطي بروفيلاكسيس من ندخل بالاو جي دي ونشوف اسوفيجيال فاريسز بدت، معناها بورتال هايبرتنشن، اعطي بروفيلاكسيس. برايمري بروفيلاكسيس اللي هي الانديرال اللي موجود عندنا هو نودالول موجود، بس اللي كمان يوز هو البروبرانولول انديرال. زين واضح لهنا انا طلاب؟ نعم دكتور. زين ما دام الصوت واضح حتى احد عنده سؤال. نجي الاول كومبليكيشنز مال السيروسيس والبورتال هايبرتنشن اللي هي شوف الاسايتس هي كومبليكيشنز اوف ليفر سيروسيس، وبنفس الوقت هي كومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن. راح تقولوا لي ليش؟ لان الليفر سيروسيس كونتريبيوت تو اتس ديفلوبمنت. شلون شلون البومين ديكريز؟ البومين ديكريز فيري جود. السيروسيس نفسه سوالي اسايتس خوش، اذا من سوالي اسايتس اذا هذا كومبليكيشنز اوف سيروسيس. شلون سوالي الاسايتس؟ عن طريق الالبومين. قل من قل الالبومين قل الاونكوتيك بريشر صارت اسايتس، والبورتال هايبرتنشن هم كوز من الاسايتس. شلون صار سبلاين كلينيك فازو دايليشن فيري جود. شي يصير دكتور مصر شلون في الميدياترز اللي تسوي فازو دايليشن راح تنتقل اي صار سبلاين كلينيك فازو دايليشن فيتحفز الراس رنين اي عفوا فيري جود. اذا هو اذا الاسايتس complications of portal hypertension والسيروسيس بنفس الوقت اثنين هن الميكانزم اذا يدخلن بيهن. لازم تعرفون الميكانزم اوف اسايتس بالليفر سيروسيس خوش. الاسايتس هو برزنس اوف فلويد بالبريتونيوم بها. لازم احنا نشوف كل اسايتس يجيك اول خطوه تسويها لازم تعرف ترانسيدتيف لو اكزيتيف. شلون اعرفها؟ عن شلون اعرف هاي الاسايتس اكزيتيف لو اكزيتيف؟ دكتور اسبيريشن. كل اسايتس تجيكم ورا ما فحصتها انت بالاكزامينيشن عرفت اسايتس ودزيتها الترا ساوند وقال لك اسايتس، اول خطوه تسويها لازم تسوي لها اسبيريشن على مود اعرفها ترانسيتيف لو اكزيتيف. زين انا ليش اعرفها ترانسيتيف لو اكزيتيف؟ ليش؟ لان ترانسيتيف بي كوزز والاكزيتيف بي كوزز. يعني شو اريد اسوي؟ اريد اسوي ديفرنشال دايجنوستس، اريد اقلل الديفرنشال دايجنوستس، اريد اوصل للتشخيص، اريد اعرف شنو هاي الاسايتس كوزز. هسا تقول لي دكتور اللي عنده هو ليفر سيروسيس بعد انا شنو مسوي باراسنتيسيس ليش سحبت؟ خو انا اقول هي هاي الاسايتس بيكوز اوف ليفر سيروسيس. دكتور خاف اكو انفكشن، خاف مالجنسي، نحتاج ناخذها نسوي بايوبسي. والله عاشت ايدك. انا من مريض هو كومبنسيتد ليفر سيروسيس. شوفوا طلاب هذا السؤال مهم، هذا السؤال مهم والجواب مالته مهم. انا من مريض لمده 10 سنين هو كومبنسيتد ليفر سيروسيس، اجاني بالتشيك هذا على ساعه صاير عنده اسايتس. شنو اقول؟ ها هذا ليفر سيروسيس والله هايبو البومينيميا بورتال هايبرتنشن وسوت عنده اسايتس. لازم اسحب له. من اسحب له شدزه تحاليل. اول تحليل ادزه هو الالبومين والبروتين. شدزه بعد ادزه وايت بي سي ديفرنشال. شنو وايت بي سي ديفرنشال؟ وايت بي سي يعني افصلها اشوف شنو الموجود بيها، ازنوفيلز لو نيوتروفيلز لو لينفوسايت. شدزه بعد ادزه جرام ستين. شدزه بعد ادزه اسيد فات جلوكوز. شدزه جلوكوز. شدزه ال دي اتش. شدزه
أدزة هواية حل أميليز أدزة حتى الأميليز دكتور أدزة. أدزة بعد أهم شغلة هي السايتولوجي من مريض. سايتولوجي شنو؟ أريد أشوف السيلز ماليجنان سي بي لو لا. من مريض هو لمدة 10 سنين كل شيء ما بيه، وعلى ساعة خلال 3 أشهر بدأت عنده أسايتس، ما خلي بالي هذا خاف اتشي سي، خاف هيباتوسيلر كارسينوما، خاف صار عنده دي كومبنسيت فيلير لأن صارت ماس بالليفر، لازم أشوف أكو ماس أكو سيلز أكو ماليجنان سيلز لو لا، أكو وايت بي سي عالية مال إنفكشنز لو لا، لازم أعرف شنو الكوز. خوش. وبنفس الوقت أقيس الألبومين على مدى عرفة إنه هذا ليش أقيس الألبومين؟ إذا حتى نعرفه أجزاء لو أجزاء لو سو الساق دكتور سيرم هو هذا السؤال. هذا الجواب مال عبد الله أهم صحيح حكي. مرتضى جاوبي بري دكتور مرتضى صحيح جوابك. الألبومين على مدى عرفة ترانسيتيف لو أجزاء، بس هسه بالجديد احنا نريد هسه نعرفه اكو بورتال هايبرتنشن لو لا. شلون نعرفه؟ نحسب السيرم البومين ونحسب الاسيتك فلويد البومين ونسوي معادله بيناتهم وننقص ونشوف اكثر من واحد وواحد هاي اسايتس ديو تو بورتال هايبرتنشن، اقل من واحد وواحد هاي اسايتس نوت ديو تو بورتال هايبرتنشن. هسه تقول لي دكتور شنو الفرق؟ من الذكي ويقدر يجاوبني هاي دكتور الامارات اللي قوي البورتال هايبرتنشن هو بيسوي الله عليكم والله عالي عاشيكم يعني صدق شطارتكم، لان لقوا انه اكو بورتال هايبرتنشن ويسوي اكزوزيتيف. فاني ما اموش من بعد عرفت اكزوزيتيف وعرفت ترانسيتيف مو معناها اني وصلت للتشخيص، لازم اول شيء احدد هذا بورتال هايبرتنشن لو مو بورتال هايبرتنشن احسب له المعادله، لان البورتال هايبرتنشن بها من ضمن الكوزز مالتها يجوز الالبومين يطلع عالي مع العلم هو بورتال هايبرتنشن، ويجوز هو مو بورتال هايبرتنشن اقل من واحد وواحد مع العلم الالبومين يطلع عنده لو. واضح واضحه هاي الفكره واضحه. بس دكتور هو نقص السايتس البومين ناقص سيرم لو سيرم ناقص السايتس؟ لا سيرم هو اسمه ساق سيرم البومين أسيتك البومين. خوش بلي سيرم ناقص الأسيتك فلو دكتور النقص لو نقسم هي لا نقص لا لا نقص لا ها لا عبد الله نقص تمام دكتور ما أدري شو شفتها بالمحاضرة مكتوبة ريشو لا 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 حبيبي تمام إذا مكتوبة غلطان نقص دكتور. نعم تجي ليش احنا نسوي الساق؟ شوف باي احنا هسه من اي مريض يجي اسايتس لازم اهم كوز اعرف انه هذا المريض بورتال هايبرتنشن، هاي الاسايتس ديو تو بورتال هايبرتنشن لو نوت ديو تو بورتال هايبرتنشن، هذا اهم شيء. شلون اعرفه؟ عن طريق معادله نحسب الالبومين بالسيرم، نحسب الالبومين بالاسيتيك فلويد، ننقص هذا من هذا ونشوف اكثر من واحد وواحد شو نقول؟ نقول هاي اسايتس ديو تو بورتال هايبرتنشن، اقل من واحد وواحد نقول هاي الاسايتس نوت ديو تو بورتال هايبرتنشن. ليش؟ جاوبك مرتضى. انا خو اقول انا سالت سؤال خو انا شو اسوي بهذا؟ خو اقول هذا اكزوزيتيف لو ترانسيتيف، بس احسب الالبومين وشوفه اكثر من 2.5 لو اقل من 2.5 وشوفه هذا لو ترانسيتيف لو اكزوزيتيف، لان شافوا اكو مريض عنده بورتال هايبرتنشن يعني اسيتيك فلويد ديو تو بورتال هايبرتنشن بس الالبومين مالته عالي مو لو. يعني اريد اقلل الديفرنشال دايجنوستس. اسراء جاي تساليني اسراء دكتور؟ لا لا دكتور بس انا شنو اني فكرتي انه اذا احنا هي اذا البروتين عارف هم شو اللي راح انقص هم يجي تطلع عندي يعني مثل يعني ليش شلون راح اقدر اميز انه مو بورتال اذا هو البروتين اصلا مرتفع؟ ما افتهم سؤالك.
يعني مثلا هو اذا فحصته مباشره اذا بروتين هواي بيه معناه هذا اكسوديت، واذا بروتين قليل فترانزوديت. خوش زين هذا اللي مسويت اي اي من سويت الريشو يعني هم اذا كان بروتين بالاساس مرتفع هم راح يصير الريشو تزداد، يعني زود الناقص راح يتغير هم يصير يعني مثل تغير التنقيص. شنو اسمك غفران؟ نسيت شنو اسمك. لا مو غفران، فرقان. فرقان 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 فرقان. سويت الالبومين، سويت الالبومين وطلع الالبومين احنا عاده الليفر سيروسس ايش تتوقعين الالبومين بالاسايدس؟ اذا بورتال هايبرتنشن يعني لو لا لا عوف الابورتال هايبرتنشن ليفر سيروسس ايش تتوقعين الالبومين بالاسايدس؟ لا من قليل البومين قليل مو احنا عاده الترانسوديت شو زين عوفي هذا السؤال ستيل كوزز اوف ترانسوديت اسايتس وحده معناتها بورتال هايبرتنشن وحده كاردييك جوز عافيه واحده من عندهم الليفر سيروسز تسوي ترانسيتيف اسايتس يعني شنو الترانسيتيف اسايتس يعني الالبومين قليل ام هذه الكوزز القديمه هسه بالجديد شافوا انه المريض جاي يحسبوا له جاي يشوفون الهاي ريشيو عنده اسايتس ديو تو بورتال هايبرتنشن بس الالبومين البومين مو قليل مو اقل من 2.5 وهذا كل واحد له كوزز فاني اهم نقطه اعرف انه هذا الاسايتس ديو تو بورتال هايبرتنشن لو لا عرفتها بعدين كل وحده اذا 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 ديو تو بورتال هايبرتنشن لها كوزز وهم افصلها واذا نوت ديو تو بورتال هايبرتنشن لها كوزز ودور افصلها لكم واضح يعني ها مع طبقه بس عمود بورتال هايبرتنشن ما طبقه بغير شيء هذا كله على مود اقلل الديفرنشال دايجنوستس هذا كله على مود اعرف كوز واضح خلاص دكتور شكرا زين الترانسوديت هو هذا السيكوستريشن من الفلويد due to changes بالهيدروستاتيك والانكوتيك بريشر للبريتونيوم وصل فلويد اكيوميليشن اما ريزلت من البورتال هايبرتنشن اللي هو هل صار هيدروستاتيك او الانكوتيك because of liver cirrhosis because of decrease بالالبومين لان السمثاتيك فانكشن مال الليفر هو الالبومين بس ذكروني من اكمل اكو جدول اخلي لكم اياه مال الكوزز اوف اسايتس عن طريق البورتال هايبرتنشن عن طريق الساك شنو الكوزز فالجدول كلش حلو بس ذكروني اخلي لكم اياه خوش الاسايتس اما هيدروستاتيك عن طريق البورتال هايبرتنشن او عن او اونكوتيك عن طريق قله الالبومين عن طريق الليفر سيروسس او الفلويد ريتينشن هذا الرينال هايبوبرفيوجن هاي الاسايتس تسوي رينال هايبوبرفيوجن وتزيد الطين بله بعد وايضا هذا البورتال هايبرتنشن زود الاكتيفيتي مال رنين انجيوتنسين سيستم سوى سكندري هايبر الدوستيرونزم كل هذا هم سوى سولت ووتر ريتينشن ذني النقاط الثلاثه يندرسن وينحفظن مهمات ميكانيزم اوف اسايتس ان ليفر سيروسس اكو جدول اكو دائره بيهن بديفيدسون اكو حاشي بديفيدسون دافيدسون كتاب عظيم لا تستهينون به يشرح لكم شنو الاسايتس شنو الكوزز مال الاسايتس بالليفر سيروسس بس انتم كفهم هسه فهمتوهن اكو كوز عن طريق البورتال هايبرتنشن عن طريق الاونكوتيك عن طريق الليفر سيروسس او الاكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسيس سيستم والسكندري هايبالدوسيونزم ليش لان الرينال بيرفيوجن قلل زين الاكزوديت اي شيء سوى انفلاميشن بالبريتون لا اكزوديشن بالفلويد ولا هاي لا انفلاميشن بالبريتونيال فلويد او نيوبلاستيك بروسيس بالبريتونيال فلويد زود البريتونيال سيكريشنز داخل نفسها صار الاكزوديت زين شوفي دكتوره فرقان ترانسوديت استايتس اللي هي تصير بالهيباتيك ديزيز لكن اكو مالجنت بروسيس محتمل تصير بالليفر هم تصير بالبارتسر وسوت اكزوديتيف اسايتس يعني اذا انا على حكي على الحكي القديم واجيت ولقيت هذا الفلويد اكزوديتيف معناها هذا مو بورتال هايبرتنشن قلت وهذا مو ليفر سيروسز مع العلم هو ليفر سيروسز البيشنت شافوا انه الشغله الادق انه يقيسون البورتال يشوفون الاسايتس ديو تو بورتال لولا عن طريق الساج
لان يجوز الساق يطلع عالي 1.5 معناها بورتال هايبرتنشن اكو، بس الالبومين عالي اكزيرتيف، اذا يجوز اكو مالجننت بروسس صايره من ضمن الليفر سيروسس من ضمن البورتال هايبرتنشن. وضحت الفكره؟ قال لي الديفرنشال دايجنوستس عندي، يعني انا من اجي والقى الساق قسته وطلع الساق ما في 1.5، اذا هذا الساق اقول اساسيتس ديو تو بورتال هايبرتنشن. استثني استثني شكو كوز مسوي الساق اقل من 1.1، كل استثني خوش اخليه على خانه البورتال هايبرتنشن. الدور اجي للالبومين، اشوف الالبومين طلع والله الالبومين شو هذا عالي مع الاكزيرتيف، هم قال الديفرنشال دايجنوستس، من يطلع لي الالبومين عالي افكر بماليجنسي او انفلاميشن داخل خانه البورتال، يجوز HCC صارت، واضح؟ يجوز صار انفكشن، بس كله بخانه البورتال هايبرتنشن. شوف ايش قد قل الديفرنشال دايجنوستس عن طريق هاي المعادله. بس لا فهنا ايوه احنا اول نسوي يعني هو تبقى اقل اكثر من 1.1، وراها اذا طلع اكثر من 1.1 يعني نسوي البروتين. اي هسه بس ذكروني اكو جدول اسوي، اكو جدول اسوي لكم اياه يقلل لكم كلش الديفرنشال دايجنوستس ويفهمكم هاي السالفه كلها. انت الالبومين، هو انت الالبومين والبروتين مسويهن اوريدي، انت عندك اسيد كتاب ومسويهن، فانت لازم عارف الالبومين ايش قد، لازم عارف البروتين ايش قد، بس كنا قبل ما نقارن، ما نقارن بالسيرم. وضحت؟ واضح واضح. مثل ما حكينا الاكزامينيشن الالترا ساوند والباراسنتيسيس، والباراسنتيسيس شنو التحاليل اللي ندزها وش نسوي هذا الفرق بين السيرم والالبومين. وهاي غلط، غلطان اني، خاف خاف تقسيم ناقص هو. خوش زين، نجي للمانجمنت. اقول لكم انا شو هم دخلت، خل اتذكر ناقص تقسيم والله دخلت، انا ما ادري الصيام ده وقت دكتور هي غير رشو يعني ما ادري ناقص. دقيقه بس خل اتذكر ناقص لا ناقص ناقص صحيح مش حاسس كلام ديفيدسون يقول سبستراكتنج هو ناقص ممكن ناقص انا شفت علامه تقسيم خلي يعني هاي غلطان يعني لا لا تقسيم ناقص ناقص ما في شيء غلطان انا هنا بالكتاب غلطان اي وين وصلنا دقائق طلاب والله
دزيتكم اياها الصوره وصلتكم بالتليجرام؟ هنا عندك دكتور وصلت. مو عبد الله شبهتني تصوتك. يلا مو انا ما ادري افارحه بكتاب جريدينت وما اعتذر يعني. لا 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 ما أقدر. لا لا حبيبي لا لا ناقص سبستراك. تمام زين. المانجمنت يعني واضحة أهم مانجمنت مال كل شيء من ذني الحكيناهن هو التريتمنت اوف اندرلاين كوز. يعني إذا تقول لي دكتور أنا شلون أعالج الليفر سيروسس، سوي له ليفر ترانسبلانت عالجت معناها الاندرلاين كوز معناها راح الليفر سيروسس معناها راح الاسايتس، هذا تريتمنت اوف اندرلاين كوز. امبروفمنت بالنيوتريشنال ستيتس على مود تزود السيرم البومين، هو هذا عنده هايبو البومينيميا فلازم تعطي نيوتريشن ترجع الالبومين زين مالته. هاي جنرال تريتمنت. زين السبيسيفيك هو ريدكشن اوف هيدروستاتيك بريشر. شلون تقلل السكندري هايبو الدوستيرونزم اللي عنده؟ شلون اقللها؟ اقفلها. شلون اقفلها؟ عن طريق الالدوستيرون انتاغونست. شنو الدراج اللي هو الدوستيرون انتاغونست اللي يقفل لنا الميكانيزم مال السكندري هايبو الدوستيرونزم اللي نسميه بالفانكتون اللي هو هذا اهم دراج بالليفر فيلير نستخدمه احنا اللي هو يستخدموه بالهارت فيلير همينه. ونقي حتى دايوريتك عاديه مو بس الالدوستيرون، الالدوستيرون انتاغونست اللي هو السبيرونولاكتون الالداكتون يسحوا له الالاكتون الاسم التجاري مالته همينه المرضى يعرفوه. هذا نوصل جرعه عاليه بيه احنا مرات يعني الماكسيموم دوز اوف السبيرونولاكتون اذا واحد قاريها من عندكم 400 ملي غرام. اكو حبايه بيهم 100 ملي غرام، اكو حبايه ام ال 50، اكو حبايه ام ال 100. نعطيه ونشوف الاسايتس ما قلت ما راحت الاسايتس نزودها لحد ما نوصل 400 ملي غرام انا اقدر اوصل الجرعه مالته ويا انطي لوب دايوريتك. لوب دايوريتك شنو هن؟ فيوريزمايد اهم واحد. فيوريزمايد اهم واحد. الفيوريزمايد الفيوريزمايد بي حبايه ام ال 20 وحبايه ام ال 40 الموجوده هسه عندنا احنا حبايه ام ال 40 ايش قد اوصل ماكسيمم دوز 160 160 400 سبيرونولاكتون 160 فيوريزمايد. ذني اذا وصلتهن شوف ليش خلى لك ماكسيمم؟ ذني اذا وصلتهن وبعد ما راحت الاسايتس من المريض وظلت اذا هذه صاحولها دايوريتك ريزيستنت اسايتس. لازم افكر غير علاج بعد لها، لازم يجوز احوله ليفر ترانسبلانت، لازم يجوز اسوي له شانت، لازم يجوز اسوي له ريكرنت باراسنتيسيس. العلاج الثاني غير الدايتيك غير انا اجاني المريض وقال لي هاي دكتور بطني منفوخه، ورا ما سويت له اوبتمايز نيوتريشن على مود ازود الالبومين، ورا ما قلت له تقطع الملح تماما شكو شغله بها صوديوم على مود ما يصير عندك فلويد ريتينشن تقطعها كلش قليل خوش، ولازم الدور اعطي دايوريتك. الشغله الثالثه اللي نسويها اللي راح تسووها انتم من تصيروا مقيمين دوريين الريكرنت باراسنتيسيس راح تداومون بالطوارئ او بالردهات. يقول لك المقيم الاقدم روح اسحب لهذا المريض، تروح انت تسوي له تاب، جيب كيس مال ادرار ومشكل بنيدل وتروح تسوي له تاب وظل هذه يعني الاستك فلود ينزل بالشيس مال الادرار بهذا اليورين باك. هذه هي الباراسنتيسيس فريكوينت باراسنتيسيس وتسحب له فلود يرجع يتكوم تسحب الهياء يرجع يتكوم تسحب الهياء بس على مود تسوي له ريليف لهذا الديستنشن اللي عنده. زين الانتراكتبل اسايتس هي الاسايتس او الدايركت ريزيستنت اسايتس اللي هي ما تستجيب للدايركتك يوز مثل ما قلنا اذا ما تستجيب وجات النفخ باطنه نظل نسوي له باراسنتيسيس كل فتره كنا نسوي له كل 10 ايام باراسنتيسيس هسه دور قمنا نسوي له كل اسبوع كل 5 ايام كل يومين يجوز مرات يوم وثاني يوم تنفخ باطنه مره ثانيه.
او نخلي له هذا الترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنت. اريد نخلي فات شنت تعبيره تعبر لنا من البورتال سيستم للسيستميك شنت. اريد نسوي خوش عن طريق يسحوله تيبس ترانس جيجولار عن طريق الجيجولار فين وداخل الانترا هيباتيك. هاي طبعا راديولوجيكال يسووها هذا اكو فد اختصاص جديد عندنا يسحوله انترفنشنال راديولوجي الراديولوجيست يخلي هذا الشنت. هذا كله بس يريد يسوي تعبيره من البورتال سيستم للسيستميك بدون ما تزود الكولاترالز بدون ما تزود الاسايتس. يعني يسوي كانه فد بورتال مصنع يعبر من البورتال للسيستميك سيركوليشن او سيرجري اللي هي نادره ما تسواها او العلاج الاساسي لهاي الانتراكتبل اسايتس. واحده من الانديكيشن هي الليفر ترانسبلانت. شوف احكيكم اياها صراحه احنا اللي نسويها بس اول وحده ليفر ترانسبلانت. لو الدوله تدز اللي هي نادرا لو هو عنده فلوس ويروح يزرع اللي نسويها عندنا والحقيقه وموجوده هو بس الريبيت باراسنتيسيس. هذا المريض من يوصل دايركت ريزيستنت اسايتس وصل في مرحله كلش توكسيك بها البيشنت تعبان ريكيرنت هيباتيك فالوباثي وهاي الديفيوز هيوج اسايتس اللي مضطرين عندنا احنا نسوي له بس الريكيرنت باراسنتيسيس ونزود له نوصل له ماكسيموم دايوريتيك يقلل الملح للتالي الشغلات البقيه ذني ساينتفكلي يعني تعددهن بس انه موجودات عندنا ولا لا والله ما موجودات. ليفر ترانسبلانت لو عنده فلوس لو الدوله تدز اللي هي نادره ما تدز الدوله. شوف السبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس اول شيء قبل ما اشرح لكم اياها ليش سموها سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس. دكتور لان هي اغلبها يعني انترك بكتيريا يعني دكتور هو لان عنده ليفر ديزيز وعنده السايتيك فلويد بس يصير له شنو قصده بس يصير يعني دكتور هي برايمري سكندري تو اندرلاين باثولوجي يعني مو سكندري تو بيرفوريتد فيسكس يعني هسه عوفوا هذا كل الحكي عوفوا كله هي احنا لسه منها سبونتينيوس يعني تصير واحده بلا كود هي هاي هذا اهم شيء سبونتينيوس اونست بكتيريال انفكشن صار بالبيريتونيال سبيس سبونتينيوسلي هذا اهم كوز. بس ايش وقت اي مريض احتمال يصير عنده سبونتينس بكتيريال بيريتونايتس؟ لا بس الليفر ديزيز هو هاي التعبير هذا الاس بي بي بكتيريال انفكشن بالبيريتونيال سبيس اكر سبونتينسلي ان بيشنت وذ ليفر ديزيز. هذا تعريفه خاف واحد يسالكم على تعريفه. البيشنت عاده ابو ليفر ديزيز عنده ترانسيتيف اسايتس وعنده هاي البورتال هايبرتنشن عنده ريسك مال بكتيريال انفكشن. ليش؟ لأن ما عنده ديفنس ميكانزم بالبيريتونيال سيكريشنز بروتين ماكو كلها هايبو البوميليميا ولهذا كل ما زادت كل ما قلت نسبة البروتين عند هذا البيشنت كل ما قل السينثيتك فانكشن مال الليفر كل ما صار سيفير هايبو البوميليميا كل ما زادت الريسك مال سبونتينس بكتيريال بيريتونايتس. ولهذا نوصل مرحلة نعطي بروفيلاكسيز مال سبونتينس بكتيريال بيريتونايتس كل ما يقل البروتين يوصل البروتين اقل من واحد بدون اي انديكيشن اعطي راسا البروفيلاكسيس انتي بايوتيك اقل من واحد ونص يكون اكو يافد انديكيشنز على مود اعطي بروفيلاكسيس. كل ما قلت الديفنس ميكانزم اللي هي بروتين اوبشنايزنج بروتينز كل ما زاد الريسك مال سبونتينس بكتيريا بيريتونايتس. البكتيريا اللي هي مسؤوله عنها هي الانتريك اورجانزمز. بس عشان شنو مثلا الانديكيشنز قصدك؟ انديكيشن شو احنا هسه جاني مريض وعنده ليفر فايبروسيس واسايتس اعطيه انتيبايوتيك اقول له ها راح اعطيك انتيبايوتيك خاف يصير عندك سبونتينس بكتيريال بيريتونايتس. لا ما اعطيه بالحالات التاليه. شوف الانديكيشنز اولا صارت عنده اول اتاك مال سبونتينس بكتيريال بيريتونايتس. هسه تقول لي شلون دكتور احنا بمستشفى الجهاز الهضمي ببغداد وجابوا لي ذولا المرضى الليفر سيروسس وقال لي دكتور انا شو هذا صخن ابويا وبطنه نفخت اكثر
جيت سحبت له الفلويد ودزيته تحاليل ولقيت عنده النيوتروفيلز اكثر من 250 سيل. شخصت راسا انه هذا المريض سبونتينس بكتيريال بارتيتس. اعطيته ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين، اعطيته البومين، ظل عليه العلاج، تعالج من السبونتينس بكتيريال بارتيتس، يعني راحت من عنده. هذه صارت عنده اول اتاك مال سبونتينس بكتيريال بارتيتس. هذه وحدها انديكيشنز مال بروفيلاكسيس اعطيه على مود ما تصير وحده عده ثانيه. خوش او الانديكيشنز بعد قلت البروتين عنده. اذا قلت كل ما تقل البروتينز كل ما تقل البروتينز عنده وصلت البروتينز اقل من واحد، مجرد هي اقل من واحد انا اعطيه هذا لازم بروفيلاكسيس. شنو البروفيلاكسيس اللي عاده اعطيه؟ يا اما نورفلوكساسين او لان هي جرام نيجاتيف اكثر شيء، فاعطي لو نورفلوكساسين لو سوبرفلوكساسين، كلها بروفيلاكسيس اعطيه. واضح؟ نعم دكتور واضح. اكثر شيء هي الجرام نيجاتيف. احنا عاده من تصير الاتاك مال سبونتال سبكتر باتراتيز هذه سيفير، البيشنت توكسيك، نعطي ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين محددها الدافيدسون كلافوران البيست انديكيشنز مال الانفكشن بالسبونتينس بكتيريا باتيناتس هو الكلافوران. كبروفلاكسيز لا، اعطيه لو نورفلوكساسين لو سوبرفلوكساسين، تشتغل على الجرام نيجاتيف على مود ما تصير عنده سكند اتاك، على مود امنع عنده سكند اتاك. دكتور مهم مرات يستعملون البيبسلين تازوباكتام؟ البراسيلين تازوباكتام او الكلافوران، انا قلت نستخدم انتباهك، بس البيست اللي كاتبها ديفيدسون اللي نعطيها احنا هي ثيرد جنريشن سبالاسبورين، احسن شيء الكلافوران. كتريتمنت قصدك غير؟ اي بل دكتور. اي. احنا هسه اللي نسويه كانفستيجيشن هو نسحب من الاسيتيك فلويد ونشوف السيلز اكثر من 250 هذا عده سبونتينوس بكتيريا باتيناتس. المفروض الدزا كلتشر وشوف البكتيريا شنو وتطيع على اساس انتبايتك اللي احنا ما نسوي هذه. يعني انت بتسحبه هم تسحب له الدفرنشيال وشوف الوايت بي سي وهم تسوي له كلتشر. على ما تيجي الكلتشر تحول الانتبايتك مالته. احنا عاده يعني اللي نسوي اللي جاي احكي لكم اياه الحقيقه احنا بس الوايت بي سي نشوفه. اكثر من 250 هذا هو سبونتينوس بكتيريا. المانجمنت انا مسطر لكم اياها ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين، بس اذا كلتشر طلع حول الانتيبايتك على الكلتشر مالته، ويا لازم نعطي البومين، لازم نزود الالبومين. شوف الالبومين ايش قد مهم، لازم نزوده بهاي الحاله. البروفيلات من سالني على انديكيشن مال البروفيلاتيك ذني كاتب هنا، اما الالبومين قل اقل من واحد او اكو هيستوري مال بريفيوس سبونتينوس بكتيريا بارتيتس او الفلويد بروتين اقل من واحد ونص لكن تشايلد بيوغ سكور عالي مالته ويا رينال امبيرمنت او عنده بليدنج اسوفيجال فاريسز. يعني هسه واضحات لو اشرح لكم اياها ذني. طلاب حبايبي احنا مو اي مريض مو اي مريض نطي عندك بروفيلاكسيس، يعني مو اي مريض عنده ليفر سيروسيس والله انا راح اعطيك انتيبايتك على مود امنع عندك السبونتينوس بكتيريا باراتيتس الا انديكيشنز. الانديكيشنز الاولى واهم شيء انه عنده اتاك وحده صارت عنده اتاك وحده بعد للابد لازم اعطي بروفيلاكسيس على مود ما تصير عده ثانيه لان هاي الوحده تجي قاتله فلازم من صارت وحده وتعالج من عندها لازم للابد من عمل الثانيه. خوش او قلت لا. او قلت البروتين صارت كل السيفير صارت اقل من واحد الالبومين اعطي وياها بروفيلاكسيس لان اتوقع انه راح يصير عنده سبونتينوس بكتيريا باراتيتس. او لا والله البروتين بعده مو كلش قليل اقل من واحد ونص صار بين الواحد الى واحد ونص لا هذا يكون المريض عنده تشايلد بيوك سي بي الى سي او عنده بليدنج اسوفيجال فاريتيس او عنده امبيرد رينال فانكشن هذا هم اعطي بروفيلاكتيك انتي بايوتيك لان اتوقع راح تصير فلازم انطي. بس العفو استاذ حضرتك يعني كاتب بالمحاضره انه اذا صار سكند اتاك فانا اعطيه
يا اما ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين او اعتمد على اذا مسوي كلتشر سابق، اذا عندي انديكيشن مال بروفيلاكسي مال العفو بروفيلاكتيك أي. انا انطي اذا ومسوي له كلتشر انا سابقا اعطيه بيست اون كلتشر لو اعطيها ماتين هذا النساء اللي قلنا عليه. لا عبد الله الكلتشر للاتاك شو اللي علاقه بها الاتاك عالجتها وراحت العفو سابق قصدي انا على البروفيلاكتيك. لا 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 بروفيلاكتيك ما عنده انا اعطي بروفيلاكتيك امنه اعطي عاده لو نورفلوكساسين لو سوبرفلوكساسين ما اعتمد على كلتشر ما طبعا. عنده هو طبعا. بعد طاب من عنده هو يعني انا مفتهم الفكره بس قصدي انه البروفيلاكتيك يعني ما تمام راندوم اللي هي شرطي ممنون اكس نجي للكومبليكيشنز الثانيه والمهمه اللي هي الاسوفاجيال والجاستريك فاريسز اللي هذه هو اللي نشتغلها هيماتيميسيس يجيك المريض ابو الليفر سيروسيس يزوع دم ندخل انت ندخل بالناظور تشوفها بالاو جي دي واضحه يجوز طلعت صور شفتوا عليها انتم فات فينز بين زورك بها ساينز مال بليدنج منفوخات في شبه الاسوفيجس اللي هي هذه مثل ما حشيت لكم هي هاي واحده من الكولاترالز هذه كلش ريسكي اذا صغار او اذا كبار لازم احددها هني لازم اقلل حجمها عن طريق البيتا بلوكرز بس المشكله اذا نزفت هي هاي المشكله جوني وقالوا لي دكتور هذه نزفت انا مو هيك شيء والله سويت له سكرينينج او جي دي ولقيت عنده اسوفاجيال فاريسز اذا سويت له سكرينينج او جي دي ولقيت عنده اسوفاجيال فاريسز طيت بيتا بلوكرز وقلت له بس اذا المشكله اذا نزفت شلون اوقفها اوقفها متى اوقف بالبيتا بلوكرز هذا بالعكس البيتا بلوكر خطره لان البيشنت يجوز مشوك هايبوتنسيف فانا شو اسوي لها اسوي لها كانوا قبل يسوون سكليروثيرابي يلبسوها هذه الكحول يعطوها الكحول ويسوون بها فايبروسيس هسه بالجديد قمنا نسوي لها شرحت لكم انتم عليها يصحوا لها باند الباند هي عباره عن قراصه شلون البنيه من تلم شعرها وتخلي قراصه احنا هم نلم الفاركس نسوي لها ساكشن ونخلي لها قراصه القراصه راح تضغط عليها لحد ما تموتها تسوي بها فايبروسيس وتموت مفتهمين فكرتها لو لا شلون نسوي باندينج طلعوا باليوتيوب شلون يصحوا له اسوفاجيال فاريسيس باندينج اول بارح اشتغلت واحد باندينج هي هاي الكولاترالز بسلز اللي تصير بالاسوفيجس عادة تنصب ميوكوزل كلش ثين وول اقل شيء طخه يجوز بالسكوب تطخيتها يجوز خليت ان جي تيوب للمريض طخيتها نسبت طقت ونسبت صب ميوكوزل بحيث يعني انت تشوفها زرقة مع البلط بيها واللي هي كلش ريسكي ديد اذا سيفير اسوفيجال فاريسز بليدنج ديد البيشنت فلازم اسوي لها باندنج ورا ما يصير ستابلايزيشن للبيشنت لازم اقول له يابا انت دور بعد راح اظل على بروفلاكتيك انتبايتي عفوا انديرال وتجيني ورا فتره ورا اسبوعين اسوي لك ناظور ثاني واشوف اكو فارس ولا هم اقفلها اظل اسوي له اكثر الفتره لحد ما اقفلهن كلهن كل ما رجع له فاريسز اقفلهن انا يعني اقفلهن عن طريق الباند اسوي له هاي القراصات واقفلهن اللي حد هنا هاي واضحه اكو احد عنده سؤال بيها الانفستيجيشنز مالتها الاو جي دي هو الاندوسكوب المانجمنت واضح دكتور هذا كله حكيت المانجمنت هو البرايمري بروفلاكسيس تعرفون انت شنو معنى برايمري بروفلاكسيس سكندري بروفلاكسيس يعني دكتور البرايمري قبل لا تصير اتاك والسكندري ورا ما صارت اتاك انا حتى امنع اتاك ثانيه اتاك اوف شنو اوف بليدنج اوف بليدنج اتاك اوف بليدنج انا قاعد فايروس انا لاقي عنده فايروس انا لاقي عنده فايروس اذا قبل الاتاك مال بليدنج برايمري بروفلاكسيس خاف واحد يعني يتصورها برايمري بروفلاكسيس قبل ما يصير عنده اسوفاجيال فايروس لا قبل ما يصير عنده بليدنج
هو عنده اسوفاجيال فايروسز بس ما عنده بليتنج. قطيته بيتا بلوكر صح ولا برايمري بروفلاكسيس، ورا ما نزف وراها سويت له باندنج وهم طيته بيتا بلوكر صح ولا سكندري بروفلاكسيس. خوش عني هاي زين، مخلي لكم صوراني. انتوا شفتوهن؟ انتوا عندكم تطبون لليوتيوب تشوفوهن؟ ايه دكتور شايفين هواي يعني؟ ماشي، احنا نشتغلها هاي بالمركز هواي يعني فتشي كمان. هذا شوفوا هذا الخط مال الاسوفيجيال فايروسز، هذا واحد من الكولومز، واحد من ذن الاعمده، بس نجيب السكوب قباله، نجيب السكوب قباله ونسوي له ساكشن. السكشن راح يجر الميوكوزا وياها الفاركس، يدخلها بنص الباند. من يدخلها بنص الباند اكو فد جهاز آلة مثل الآلة نفرها، تفلت القراصة من الاسكوب تفلت على الفاركس، تضغطها بقوة بكلش قوية تموتها، تسوي بيها نكروسز وتموت لحد ما تموت، تصير فايبروسز. ذن نكررهن، مثلا هذا يحتاج لفد ست باندات. هذه الصورة الثانية هي الجاستريك فاريسز. الجاستريك فاريسز لها طريقة ثانية ما نقدر نسوي لها باندينج، لها طريقة ثانية يزرقون بها مادة، بالضبط مادة صمغية مثل الجلو. خوش، يسحوا لها سيانو أكريليت. السيانو أكريليت مادة بالضبط صمغية، شون شايفين صمغ الأمير؟ سامعين هذه العصارة ما صمغ الزغيرة، شايفيها شلون من من تطلع من التيوب مالتها شلون تلزق على ايدك؟ جلو نفس الشيء، هذا نزرق بيها الاسوفيجيال فاريسز، الجاستريك فاريسز مو الاسوفيجيال، نزرق بيها مادة تيبسها، تيبس البلد داخلها، تسوي بيها فايبروسيس. اول ما تدخل تيبس كلها بالبلد، بعد ما تصير بليدنج بيها. بالنسبة للباندينج، يعني هو أنا ما جاي تخيله إنه هو يعني نقرص الفين وراح نسوي له نكروسس، زين هو مو متصل بعد فينات يعني من فوق ومن جوا، فذني ما راح يصير بهم بليدينج؟ إيش بهم؟ شو يصير بهم؟ بليدينج يعني هنا يعني شلون كأنه ما فين، استمر من فوق ومن جوا، إحنا قرصنا جزء. اي مو هذا من نسوي له ساكشن، هذا راح يجر الكولوم من فوق ولجوا كله راح يجر داخل الساكشن. يعني فين كله ينجر؟ هذا العمود، شوفي هذا العمود، احنا عاده بعمود واحد، يعني هذا بعمود واحد نسوي ساكشن واحد. ليش؟ لان هذا الساكشن راح يجر كل الفين من فوق لجوا، يجر داخل الباند ونقرصه. تمام. زين الشيء ما راح أكثر من مكان. فينا صدرين مال السيستم يعني مال الفريق كولاترز دكتورة، هذه مو مهمة. شكرا دكتور. الكولاترز مو مهمة يعني سكندري، كل شيء ما راح تسوي. طبعا إذا جبت لكم سؤال وقلت لكم يابا هذا سوفيجيال فاريسيز عالجوا لي، اللي يكتب لي دكتور قبل هذا اسوي له باندينج، هذا صفر، خلي له صفر قبل. ليش؟ لان اقول لكم انا والله زين شي دكتور، لان انا معلمكم يابا المريض اللي يجي هيماثيميسيز لازم اول شيء ستيبلايزيشن، يعني مو قبل. هذا شوف اللي احكي لكم اياه، هذا اللي احكي لكم اياه اكو اطباء يسووه. قبل المريض اول ما اجى للطوارئ، بعد ما اجى ما دخلوا ربع ساعه راسا حولوه لمركز جهاز هضمي، والله هذا عنده اسوفيجيال فاريسز بليدنج، غير شكل اي في لاين، غير تطي فلويد، غير صعد ضغطه، غير تسوي له اي بي سي، حاضره كله، رتب اموره وحول لي اياه. من تحول لي اياه اني تطي شغلات تقلل الريسك مال البليدنج. شوف احنا عاده من ندخل بالاندوسكوب شغلنا كله صعب. ليش؟ لان انا عندي شاشه وعدسه، هذه العدسه اذا صار بيها بليدنج انا بعد كل شيء ما اشوف، كل شيء ما اشوف، فلازم اقلل الريسك مال البليدنج. مثلا اذا عندي بليدنج بابتيك ألسر، بليدنج بابتيك ألسر، شطي قبله، اعطي قبله بي بي اي نكزيوم، النكزيوم يسوي لي ستابلايزيشن بالبليدنج ارتري،
ما ينزف، ما ينزف قبالي، من اجي اني اقرصه اسوي له كليب او اسوي له انجكشن مرتاح ما اكون نزف. من يصير نزف قبالي بعد كل شيء ما اشوف. نفس الشيء هذا المريض ابو التبجل فاريز، لازم اسوي له ستابلايزيشن، اطيه فلويد، اصحح ضغطه، اعدل الرينال فانكشن مالته، اطيه دراج بريسين مو دكتور نطيمي، اطيه فد دراجز تقلل من البليدنج اللي هو كارلي بريسين او الاوكتريوتايد. وش سبلان كلينك فاز داليتر اطيه ذني على مود شويه تقلل لي الريسك مال البليدنج. انا اجي الجا الاسوفيجال فاريتيز ما متنقه، متنقه شنو معناها متنقه؟ حتى ما الحق اسوي لها باندنج، بس اسوي لها فاش تنفجر علي، ومن انفجرت علي بليدنج، ومن بليدنج بعد كل شيء ما اشوف. فاني قللوا لي الضغط، اطيب الفازوبراسين، التيرلبراسين، اطي الاوكتريوتايد، قلل لي البريشر بالبورتال سيستم. اجي القى الفاركس شويه مرتاحه، ما بيها كلش ريسك قوي مال بليدنج، اجي اشتغلها براحتي واسوي لها باندنج براحتي. قبل دكتور اذا انفجرت شنو تسوي لها بهاي الحاله؟ يعني اذا انفجرت بعد هاي كل شيء ما اسوي لها، ترجعي للطوارئ والستابلايزيشن بعد، يعني تنقذين حياته، لازم فلويد بلاد لازم تطفي. وهم التيرلي بريسين، فالناظور تقدر تاخره لما اسوي له ستابلايزيشن. كانوا قبل شيء يسوون، يسوون سنجل ستيكن بلاك مور تيوب، يدخلون تيوب بنهايه بالون بداخل الاسوفيجس وينفخوه لحد ما يموتن الفيروس كلهن. هاي يعني كلهن ينضغطن تامبونيت يصير عليهن لحد ما يموتن، لحد ما يوقف البليدنج. فوش اللي هذا ما موجود عندنا. ورا ما صارت البليدنج واستقر المريض وسويت له باندنج، تجي للسكندري بروفلاكسس. السكندري بروفلاكسس هم تعطي بيتا بلوكر، وهم تقول له يا بدور انت كل فتره تجيني اشوف الفاريسز مالتك، ادخل بالناظور اشوفها، اشوف صار بيها بليدنج، بيها ساينز مال بليدنج لولا كبار لولا احتمال اسوي لك قرص حتى اذا ماكو بليدنج. ونرجع هنا تيبس هم يفيدنا، كل شيء يسوي لنا شانت بين البورتال سيستم وبين السيستمك سيستم يفيدنا، يقللنا البورتال بريشر معناها قللنا الريسك مال بليدنج من الكولاترالز اللي هي اهم كولاترالز خطره هي الاسوفاجيال فاريسز. انا مني فتح المايك تبع اي اذا عندي سؤال بالنسبه هاي مودالتي، يعني مكتوب المحاضره مودالتي او يعني فيس تشوز هو حستخدماني اللي قلنا باندنج دول كانت في سكند لاين سكيور ثيرابي من ضمنها سبانك فازا كونستكت، يعني هذا يعني مو هو انتراك مو اندوسكوب، ليش كانت فيها من ضمن سكند لاين؟ وين هاي دكتور؟ يعني هنا بالمحاضره السلايد ما شنو مودالتي راح استخدمها على مود ستابلايزيشن، يعني بغير الاندوسكوبي يحكي عليه هسه هاي وعلى شنو يحكي؟ هي اندوسكوبي زين بالفازوبراسين اذا تستخدم اندوسكوب دكتور شلون؟ بس سمعيني بس سمعيني بس سمعيني انت، هذا الدراج مو عندكم مثلا مو عندكم شيء اسمه فيرست لاين وسكند لاين؟ اي دكتور انا حسبالي اللي يحكي على الاو جي شلون نستخدم الاو جي دي مو لا 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 يعني دقات انا جاي اوكي اوكي بس اوكي أنا واحد أدي واحد أدي هيماتينيسيس وطلع عنده أسوفاجيال فاريسيس، سألتك قلت لي شابة شنو الفيرست شويس؟ إيش قلتي لي أنت؟ باندجيشن. شنو معنى سكند شويس؟ يعني الخيار الثاني ما قدرت أسوي الخيار الأول. وليش سويت الخيار الثاني يعني؟ يعني ما قدرت أسوي الخيار الأول. اللي هو مثلاً ما موجود عندي، ما متوفر. المريض أنستيبل. لا هو دكتور ما فهمتها بس شنو الفكرة مو خال بيانات اثنين يستخدموه بالإندو فحاط بنص يعني فاز يعني لا لا ما مخليهن لا ما مخليهن بالإندو حاشي أول شيء كاتب during episode endoscopic treatment دكتور واضح بس مصد يعني حسب الترتيب بس عادي يعني فهمت واضح أي first choice هو الباند لا هو أي فهمت دكتور second choice أما تعطي سكليروثيرابي أو لا تسوي له بس برسين هاي بس تعطي تيرلبرسين ما عندك كل شيء ما عندك مودالتي او تسوي سنجل ستيكن بلاك مور تيوب يدخل تيوب وينفخ وبنفاخه والنفاخه هاي تسوي بريشر لحد ما يوقف ذن 33 سكند لاين بس الفيرست لاين هو السكيور اثر العفو الباند لايجيش بالضبط شلون دراكس اكو فيرست تشويس وسكند تشويس اوكي
عبور العفو دكتور سيان اكريليت نقدر نسوي بيه الفاريسيل مالت الاسوفيجس؟ لا ما يصير نسوي له بالاسوفيجس. يعني بس الاستومك. بس الاستومك ليش؟ لاسباب التالي. اولا الاسوفيجس تقدرين تسيطرين عليه عن طريق الباند، لان توحيه بالباند. وثانيا هو صب ميوكوزا، فتقدرين بالباند وتطقيه. ثانيا السيانو اكريليت خطر تطيب الاسوفيجس، لان الاسوفيجس ريسكي مال بيرفوريشن. ثانيا الاسوفيجس ريسك مال فايبروسيس، تقوم تطين ماده صمغيه بالاسوفيجس وتزغرين حجمه، وبعد الدور المريض ما يقدر يبلع. هاي تستخدمين بس بالاستومك. شلون بيكم اسئلتكم كلها مال صب سبيشالتي؟ الكومبليكيشنز الثانيه اللي هم نعاني من عندها ويجون المرضى بيها ويجون طوارئ هي الهيباتيك انكفالوباثي. توكسيك ميتابولايتس تصعد للبرين، لان الليفر ما جاي يسوي لها ميتابوليزم. كلهن ذن الليفر كان يسوي لهن ميتابوليزم واكسكريشن عن طريق البليري. الليفر راح الفانكشن مالته، التوكسيك ميتابولايتس صعدت كلها صعدت للبرين. ولحد الان يقولون الميكانيزمز ليش يصير الهيباتيك انكفالوباثي هم ما يدرون. هذا التوقع اللي يتوقعون، بس هو كوز رئيسي ما يدرون شنو كوز رئيسي. وحاط لكم قبل كانوا يتوقعون افكتس اوف امونيا بالبرين المين فاكتور. بالجديد هسه شافوا انه اكو التريشن بالبلازما امينو اسيدز كومبوزيشن، وتسوي تغيير بالفولس، تعطي فولس نيوروترانسميترز، تتغير الامينو اسيدز اكسبريشن وكومبوزيشن، تعطي فولس اكسبريشن للبرين انه اكو فولس نيوروترانسميترز. تزود النيورو انهبيتوري سبستانسز، يعني سوت سبريشن للبرين صارت انكفالوباثي. اللي مخليكم اياها المنغنيس المونو امينو والاندوجينوس اوبيدز، هذا يعني بالجديد. ولهذا التفسير ما يدرون ليش يصير توكسيك ميتابولايتس وصلت للبرين. يجوز الامونيا زادت، يجوز فولس نيورو ترانسميترز ونيورو انهبيتوري ميكانزم زادت بالبرين وسوت انهبيشن للبرين وصارت الهيباتيك كفالوباثي. فمالتي فاكتوريال. دكتور، والبكتيريا ترايبيوسيس هم لها دخل ولا لا؟ يعني واحده من الميكانزم سمين. كلها ثيوريز، هي كلها ثيوريز. ذن المين ميكانزم اللي انا بخليكم اياه الانفستيجيشن. طبعا يعني الانفستيجيشن مال هيباتيك كفالوباثي، انتوا هذا الحكي دائما احكيكم اياه، مو بالعراق. لا تصورون راح تتخيلوا موجود بالعراق، كله ما موجود. احنا كلينيكالي مريض عنده ليفر فايبروسيس، اجى انكونشس، هذا هيباتيك كفالوباثي. هم هناك لا، الانفستيجيشن مالتهم واصله لمرحله يشمون ريحه الهيباتيك كفالوباثي. يعني اصلا قبل ما بس يصير التريشن بالبرين فانكشن يقدرون يلقفوها. اكو نيورو سايكاتريك ايفالويشن بحيث يعرفون المريض بدا يطب بمرحله الهيباتيك انكفالوباثي ولا لا. ليش؟ لان مو معناها من اقول لكم الهيباتيك انكفالوباثي معناها البيشنت انكونشس. يجوز البيشنت كونشس وكل شيء ما بي، بس بدا بمرحله الهيباتيك انكفالوباثي، لان هي جريدنج. الجريد الاول البيشنت يقوم يخربط بالحكي، ينام الظهر يقعد بالليل. الجريد الثاني يصير كونفيوز كدراوزي. الجريد الثالث كونفيوز، والجريد الرابع لا كومبليت كوماتوز. اكو جريد اصلا قبل ذني كلهن التريشن بالبرين فانكشن يقدرون يلقفوا يعرفون هذا صار هيباتيك كفالوباثي ولا لا. المانجمنت هم نرجع نقول كوركشن اوف بريسيبيتينج فاكتورز. شنو البريسيبيتينج فاكتورز؟ infection مثلا. بعولي اساني بس ذكروني على شغلتين، الديفرنشال دايجنوسيس مال الساق خلي لكم اياها، والبريسيبيتينج فاكتورز مال الهيباتيك كفالوباثي مخليها لو لا اني ما اعتقد مخلي لكم اياها. لا دكتور لا مخليها بالمحاضره. لا 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 خليها، شو ما خليها هذه عم خليها البريسيبيتينج فاكتور هي مخليها محاضره.
هسه نرجع لنفس اشرحكم يعني. المهم correction of precipitating factors، اول شيء اذا تريد تقول يابا correction of precipitating factors، اكو شغلات يزودن الهيباتيك فلاباتي، يزودن الريسك مال الهيباتيك فلاباتي، تمنع المريض من عندهن، واذا موجودات تعالجهن. شنو هن هسه طلعك يا عبد الله؟ لا لا العفو دكتور انت مخليهن، بس انا هذين عبارتهن ما قرأتهن بوقتها لان كل التطوال، وخاف الدكتور يحفظهن، خاف يعني العفو يحذفهن. شنو قصدك يعني بالبريسيبيتينج فاكتورز؟ البريسيبيتينج فاكتورز يعني المريض عنده ليفر سيروسز وكل شيء ما بيه، صارت واحده من ذني الشغلات اللي راح اقول لكم اياهن، وراه فقد الوعي. بل صار واضح. وكل واحده وشنو تفسيرها اللي هنا ذني. اولا هذا عند ليفر سيروسز، وجاء طبيب بعد ما يعرف مثلكم جديد ولزمه وطافد سيدتيف قويه، طافد فاليوم. خوش طافد انالجيزيا بها سيدتيف نيمه، سوى له نيورو انهيبيشن، هو سوى ديبرشن بالبراين فانكشن، هذه واحده من البريسيبيتينج فاكتورز. فإذا أكو فاليوم لازم تنتظره يروح الأكشن مالته، أو تطيل الأنتيدوت مالته بحيث تقعده. خوش. أو البريسيبيتينج فاكتورز الثانية الأمونيا، إحنا مو قلنا واحدة من الميكانيزم إنه سيرم أمونيا زود، فأكو شغلات تزود السيرم أمونيا مثل الأزوتيميا، الرينال امبيرمنت إذا صار عنده، زادت اليوريا والكرياتينين، زادت الأمونيا، زاد الريسك مال الهيباتينج فالوباثي. الجي آي بليدينج، الجي اي بليدنج زود الامونيا، ابزوربشن يصير بالامونيا عن طريق البلاط، عن طريق الانتستين يصير ابزوربشن للبلاط ويزود الامونيا، زود اليوريا، زادت الامونيا، اذا زاد الريسك مال هيباتيك فالوباثي. اذا المريض ابو الليفر سيروسز من يصير عنده اسوفيجيال فاريسز بليدنج، احتمال وياها يصير عنده هيباتيك فالوباثي ويفقد الوعي. فاذا عنده جي اي بليدنج لازم اعالجها واخر اللود مال الامونيا. بعد شنو اللي يزود لنا الامونيا؟ هذا كله على الميكانيزم مال الامونيا. اخذ لفد والله اليوم طابخين فد عزيمه واكل لفد كيلو لحم، زود البروتين، من زاد البروتين زادت الامونيا ليفل، هذا كله يتعلق بالميكانيزم مال الامونيا، زادت الريسك مال الهيباتيك فلاباثي. شوف اذا الانفكشن زود الريسك مال الامونيا انكريس، والكونستيبيشن من صار constipation صار retention بالأمونيا بالكولون أو هي البكتيريا أمونيا producer، وزادت الأمونيا وزاد الرسك مال هيباتيك فالوباثي. إذا تقول لي دكتور شنو أكثر رسك سوى عند الهيباتيك فالوباثي، شو توقعون؟ من بعد شوفوا ميتابوليك الكلوسيز وغيره هواي، إذن كلين تعددوهن تعداد وتحفظون ليش سوى. تقول لي شنو دكتور أكثر شيء يزود الهيباتيك فالوباثي؟ ليش المرضى infection مو دكتور؟ لا dehydration constipation. اول ما يجينا المريض ابو الهيباتيك كفالوباثي نسال راسا بطنه ايش قد صار لها ما طالعه دكتور، يومين صار لها ما طالعه، صار عنده constipation راسا نتوقع هذا بدا يفقد الوعي شويه كونفيوز لحد ما فقد الوعي للتالي كومبليت. ولهذا كل كوز لازم نعالجه، الاسوفاجيال فاريزز لازم نعالجها، لازم نعطي تيرلبرسين، لازم نقلل البورتال بريشر، لازم نعالج الكونستيبيشن. هسه تقول لي دكتور احنا وقت نعالج كونستيبيشن؟ اي وقت نعالج كونستيبيشن. شلون اعالج الكونستيبيشن؟ اعطي رابيد اكتنج اوزموتيك لاكزيتيفز. شنو اكثر الاوزموتيك لاكزيتيفز اعطي؟ لاكتولوز. شنو هو اللاكتولوز؟ نون ابزوربابل دايسكرايد. اذا المريض قال لك دكتور ما انا عندي سكر، مو هذا خاف الشراب حلو يرفع سكر المريض، شو تجاوبه؟ لان هذا الشراب هو كلش حلو، كلش حلو، شو تجاوبه؟ دكتور هو نون ابزوربابل يعني نون ابزوربابل دكتور كل الاحوال، تقول له هذا نون ابزوربابل ما يرفع السكر، هذا يطب ويطلع بالجسم اوزموتيك لاكتيف. انا من راح اسوي له لاكتيف؟ راح اعبر الامونيا كلها، اطلع البكتيريا كلها، اطلعها ويقل البرودكشن مال الامونيا،
على البرين يرجع المريض يصحى. احكي لكم اياها هذه بالضبط، المريض من فاقد الوعي من تعطي لاكزيتيفز اذا ما يقدر يبلع الشكل اللي عندي تيوب يطهيا باليوتيوب او يطهيا انما بالراكتوم تقوم تطلع بطنه هوايه مي 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 راس ماكو ورشاعة تلقى يصحى. خوش اذا انفكشن عنده اعالج الانفكشن بالانتبايتك، اذا اسوفيجيال فاريسيس اذا بليدنج اما اعطي تيرليبرسين او اوكتوريوكتايد اوقف البليدنج او احتمال اسوي له اذا صاحي اسوي له او جي دي واوقف البليدنج، اذا رينال امبيرمنت اعدلها بالفلويد، اذا سيداتيفز انتظرها تروح او اعطيها الانتيدوت مالتها، المهم اوخر شكو كودز ما سوالي الهيباتيك انكفالوباثي. فهذه اول نقطه مال كوركشن اوف بريسبيدنج فاكتورز، هذا الكوز اللي هو تعطي نون دايجستبل دايسكرايز، تقلل البروتين بالاكل مالته. خوش تعطي نون ابزوربل انتيبايتك، سامعين اكو نون ابزوربل انتيبايتك، هذا يبلع المريض يروح للكولون يوصل نون ابزوربل يقضي على شكو بكتيريا بالكولون برودوس امونيا ويطلع وراها يسوي ديتوكسيفيكيشن للكولون. هذه الفكره بالموضوع. او هسه بالجديد هسه بالجديد اكو فشي هو هذا ما موجود عندنا لولا اسمه الاورنيسين الاسبيريت، هو عباره عن امينو اسيدز. احنا ايش قلت لكم اني الفكره الجديده انه قالوا اكو فت التريشن بالامينو اسيدز سويت فت فولس نيوروترانسميترز بالكمبوزيشن مال امينو اسيدز سويت فولس نيوروترانسميترز للبرين صار في فاتنك فرباثي. انت تعطي امينو اسيدز هسه اللي هو هذا الاورنيسين، هذا شو يسوي لك؟ هم يغير لك هذه الفولس نيوروترانسميتر وهم يحفز لك اليوريا سايكل، يخلي ميتابوليزم باليوريا والامونيا ما يخليها تتجمع. خوش عن طريق هذا الامينو اسيدز. بس العفو دكتور طفيت المايك. الو 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 ها استاذ العفو عفوا استاذ وياكم دقيت علي التليفون كذا دق علي التليفون اه تمام استاذ هذا مشكله شوف كل شيء بالاخير كل شيء نخليه له رفراكتري اسايتس نهايه مالتها ليفر ترانسبلانت رفراكتري انكفالوباثي شنو رفراكتري اما المريض صار هيباتيك كيفالوباثي وما يقعد ما قاعد من الكوما مالته او لا والله صار زين فقد ورا اسبوع فقد ورا يومين ماكو ريكرنت هذا بعد انديكيشن مال ليفر ترانسبلانت. واصلا هو الليفر ترانسبلانت بس يصير بس العفو وحده من الكومبليكيشنز. خلي اشرب ماي دقيقه. ها طلع اصلا هي اي وحده من الكومبليكيشنز مالتنا ذني اللي حكيت لكم اياهن بس تصير بالمريض اللي عنده ليفر سيروسس. هذه قبل انت بعد تخليه هذا تقول له انت تروح على لسته مال ليفر ترانسبلانت. اكو شيء اذا شايفين افلام اكو شيء لسته مال ليفر ترانسبلانت، لان هذا الليفر ترانسبلانت هواي مرضى يراد لهم ليفر ترانسبلانت فيخلوه على اللسته هاي تصعد وتنزل الاسم المريض بها يصعد وينزل. يعني مثلاً أكو لسته بيها 100 اسم أن هذا المريض رقمه 70 يجوز صار عنده هيباتيك كيفالوباثي صعده ورقمه صار رقمه 10 لأن بدأت عنده خطورة هيجي.
واضح؟ صارت عنده شغله توب امرجنسي اكيوت اون كرونيك ليفر فيلير كلش فقد للتالي سيفير اسفجل فاريسز بليدنج صعدوه كلش للتوب توب امرجنسي ليفر ترانسبلانت لان هي لسته مع المرضى اكو ذولا من ضمن المرضى خارج اللسته شنو خارج اللسته يعني راد لهم امرجنسي ترانسبلانت اللي حكيت لكم اياهن اكيوت ليفر فيلير وحده من عندنا عمون بلا زحمه عليك العرض راح دقيق راحت حيل هاي 53 رسالة اي هذا بيشنت عنده اوتو اميون هيباتايتس وصار عنده اكيوت ليفر فيلير هذا خوم نقول له يابا انتظر على الليسته مال الترانسبلانت هذا تو امرجنسي الليسته عاده يخلوها مريض عنده كومبنسيتد ليفر ديزيز وحاسبي له اكو شيء اسمه الميل ديسكور اكو سكورات كلها بالهيباتولوجي كلها بالطب اكو سكورات سكور عن طريقه يحسبون الريسك مال البروجنوسيس اللي على اساسه البيشنت يحتاج ليفر ترانسبلانت لو لا كل ما زاد الرقم معناه زادت الخطوره لازم اسوي له ليفر ترانسبلانت فالبيشنت اذا الميلد مال تقليل هذا ما يحتاج اصلا احوله ليفر ترانسبلانت كل ما زاد الرقم صار فوق ال 15 حدد رقم جوزي مره شرحت لكم اياه الميلد سكور مو اي دكتور بلي ورابطه بالكورتيكوستيرويد تريتمنت صعد فوق ال 15 الدور هذا اقول له انت على الليست يحتاج لك ليفر ترانسبلانت اروح يسجل على الليست سجل على الليست الليست بها قائمه طويله حسب الخطوره حسب الميل ابو ال 20 قبل ابو ال 15 هيجي ابو ال 30 قبل ابو ال 20 كل ما صارت عنده فد شغله زودت الكومبليكيشنز مالته صعد الليست مالته صعد من رقم 40 صعد رقمه صار 10 بالليست صارت عنده شغله توب امرجنسي صعد كلش للاخير للبدايه كل ما صارت فد شغله زودت الريسك مالته صعد بالقائمه اللي فوق بس اكو شغلات لا هاي توب امرجنسي ما لها علاقه بالقائمه خوش عين طلاب بلي دكتور واضح نعم دكتور واضح الديفرنشال دايجنوستس او فيباتيك فالبات طبعا لازم كل مريض اجى فاقد الوعي مو راسا تقول ها اذا هذا ما دام ليفر سيروسس اذا هذا هيباتيك فالبات اكثر كومبليكيشنز اللي تصير بالليفر سيروسس وانكونشس بيشنت هي مو الهيباتيك كفالوباثي هي الهايبوغلاسيميا فانا لازم اشيك الهايبوغلاسيميا ولازم اشيك الدايبت كيدو اسيدوسس لازم اشوف الاكسجين مالته هايبوكسيك لو لا يجوز عنده فد غير كوز كربون دايوكسيد ناركوزيز يجوز ماخذ الكحول ها يجوز هو كهوليك سيروسس بس شارب لفت كمية مال الكحول عالية ومسويه انتوكسيكيشن عنده لان انتو ايش تصورون المريض من يوصل مرحلة الليفر سيروسس ديو تو الكحول ويوصل اساتيس وسوفيجيال فاريسيس ويفقد الوعي يوقف عن البليدينج عن الالكوهوليزم لا دكتور قليل ما يوقفون يعني هو دكتور من يسوون ليفر من يسوون ليفر ترانسبلانت يرجعون يشربون لذلك انه لا حسب الله من يسوي ليفر ترانسبلانت قول طبيعي يعني قول يرجع طبيعي بحيث طاقته من يشرب لا بس ذول التعبانين يعني هو سادس بطنش كبرها تعرفون هذا المغني صلاح البحر لا والله دكتور ما اعرف ناس صدق صغار ما تعرفون هذا كان مغني هذا مغني اسمه صلاح البحر دكتور شايفينه اي هذا يراجعني ببغداد كان بعيادتي ببغداد شارع فلسطين ساحة بيروت هو واخوه عنده الكوليك ليفر ديزيز هم ما شاء الله كلهم يشربون اخوه هذني ماكو حشيت لكم اياهن سوفيجيال فاريسز وبليدنج السايتس بطنه منفوخه ليج قديمه خوش كل مره يفقد الوعي كل مره يفقد الوعي بسبب الهيبات انكفالوباثي يجيب لي العياده ريحته كلها الكحول بحيث اخير شيء طلبت من عنده يعني قلت له انت ما ادري ايش تستطعم بي انت بهالوضع هذا ايش تستطعم بي قال لي ما اقدر اني قال لي هسه انا اريد اموت ولا اقطع الشرب تخيل يعني
فهو يجوز واصل مرحله انتوكسيكيشنز ديليريوم تريمنز فيرنيكس انكيفالوباثي دراجز ماخذ سيداتيفز مو الا هيباتيك انكيفالوباثي مو الا هيباتيك انكيفالوباثي لازم تدور على اذر كوز اكسكلود اذر كوز جاك يجوز عنده طلع هيموريج هذا ابو الليفر سيروسيس عنده كوغليشن ديفيشنسي معرض الريسك مال بليدنج احتمال عدى تلقى انترا سيربرال بليدنج وسوت عدى انكونشسنس لا تعتمد وهوايه صايره بيده الكهوليك بيشنت هيباتنج فالبات دزينا سي تي طلع عندنا سيربرال هيموريج حولناه على نيورو سيرجري فلا تعتمد لازم تدور ديفرنشال دايجنوستس هذا الجدول مهم للبريسيبتنس اوف انكيفالوباثي والميكانيزم مالته كل واحده والميكانيزم مالته تحفظوه وتفهموه سهل هو ما بي شيء ترى ليش عفت عبد الله كل سهل ترى ما ادري الدكتور انا شفت الجدول قلت خاف الدكتور سامر يحذفه ويقول لا تقرأ مو مهم ف ربطت عليه ابراهيم على سكت لاراسين كلام جايبس لا لا حلو اذا اقرؤوا اذا ما عندكم اذا شفتوه صعب عليكم تسالوني كل سهل كل سهل شوفوه تطويل بس سهل هو بس عفواً دكتور نعم ليش نمطي لاكتولوز بحالة النيوروتوكسينز استخدام السيداتيف اريد اقلل اريد كل شيء اقلل الامونيا اريد اوخر الاذر كوز اقول خاف امونيا من جمعه هو الكوز سيداتيف صحيح بس اريد اوخر الاذر كوز اللي هي ام سوت بريسيبتنس عن طريق اللاكتولوز اريد اسوي ستيرلايزيشن خو مو هو من سيداتيف زونايم وصار عنده نيورو انهيبيشن والدور تجي منها دور تجي منها امونيا عاليه زودت الريسك عنده وبعد شغله اكو فد شغله مهمه على هذا جوابك انه سيداتيف وحده من الكومبليكيشنز مالتها شنو من الجواب اللي هي يعني شنو يعني كونستيبيشن يعني كونستيبيشن يعني ريسك ولهذا اعطي لاكتولوز يعني بس دكتور مفروض بالبدايه اول شيء انطي الانتيدوت مال السيداتيف اي طبعا اذا هذا اكو في الطبيب زين ومطي فد فاليوم ومنيمه كلش للتالي زادت عند الريسك مال الهيباتيك فالباتي المفروض تعطي انتيدوت او مطي فد مورفين ومنيمه تعطي نالكزون تمام دكتور شكرا هذه الجريدنج مال الهيباتيك فالباتي احنا عادة حفظوها عوفوها الزيرو والساب كلينيكال تحفظون من الاول ثاني ثالث رابع الاول يتغير نومه المرافق مات يقول لك اذا زوجته تقول لك دكتور هذا الليل كله قاعد يصير الصبح ينام بالعكس تنعكس النوم مات ينعكس هذا اللي احكي لكم اياه هم لحد الان ما يدرون ليش كله ما يدرون ليش يصير هذا الدور يبدي الثاني يصير عنده ليثارجيك دراوزي الريسبونس مات تقليل وراها كونفيوجن الكونفيوجن يبدي يخفى تيجي قاعدته يقعد اخير شيء الجريدر الفور هذا الكوماتوز كوماتوز بعد حتى بين فول ستيمولاي ما تقعد زين لهنا واضح اعبر على الوراء واضح ان شاء الله استاذ هيباتورينال سيندروم نجي للكومبليكيشن ثاني هيباتورينال سيندروم شنو الهيباتورينال سيندروم رينال امبيرمنت اكر ان ذا سيتنج اوف بيشنت وذ كرونيك ليفر ديزيز مو اي واحد تسميه هيباتورينال سيندروم رينال امبيرمنت ان ذا سيتنج اوف بيشنت وذ كرونيك ليفر ديزيز ليفر سيروسيس ليش يصير because of intense intrarenal vasoconstriction by normal kidney اللي ما بيها شيء الكدني ما بيها مشكلة لا بيها داخلها مشكلة لا اكو dehydrations لا اكو اي شيء بالكدني بس على ساعة صارت renal impairment زاد اليوريا وزاد الكرياتينين بالpatient اللي عنده chronic liver disease هسه تقولي دكتور شو انت كاتب acute هم يعني اي مرات patient acute liver failure وصارت عنده فيتشرز مال اكيوت ليفر فيلير وصارت وياه رينال امبيرمنت اذا هم معناها لان الكدني قبل ما كانت بيها شيء صارت بيشنت اللي عنده اكيوت ليفر فيلير هم نقول هيباتورينال سيندروم
يتقسم نوعين. نوع اثنين، شوف كل هيباتورينال سندروم صار بالبيشنت والكرونيك ليفر ديزيز، اذا هذا ريسكي، هذا انديكيشن مال ليفر ترانسبلانت بي تايب 1 وتايب 2، واثنين من خطرات، واثنين سيريوس، واثنين ريسكي، واثنين لازم تخلي البيشنت تقول له يابا انت بعد اكو ريسك مال هاي، هي بعد لازم ليفر ترانسبلانت، انت صرت بكلش مرحله الخطوره العاليه. بخلي لكم انا جدول شنو الفرق بين التايب 1 والتايب 2. فرق التايب 1 عن تايب 2 انه التايب 1 رابيدلي بروجريسيف، خلال ايام يصير عنده رينال امبيرمنت، ذاك لا خلال اشهر، يجوز خلال 3 شهور، خلال اكثر، تبدي الكرياتين يزود شويه يصير برينال امبيرمنت لحد ما صعد وصار. الفرق الوحيد عن تايب 1 عن تايب 2 هو رابيدلي بروجريشن، رابيد بروجريشن بالرينال امبيرمنت. اذا هذا الحكي تشوفوه صعب عليكم كل عوفوا، حفظوا لي بس انه هذا رابيدلي بروجريسيف وذاك سلولي بروجريسيف، وحفظوا لي المورتاليتي اللي بالاخير هذا 80% مورتاليتي باسبوعين، خوش 10% سيرفايفل مات فقط، بينما هذا المورتاليتي 70% سيرفايفل ب 3 مانس، شوفوا اكثر سيرفايفل مات، و 40% بونير سيرفايفل. اذا من الاخطر اكيد التايب 1 اخطر، اخطر واسرع، اثنين خطرات واثنين يحتاجون ليفر ترانسبلانت، بس اللي يموت اكثر واسرع واخطر والمورتاليتي كلش عالي ماته هو التايب 1. فحفظوا لي الاولى والاخيره اذا هذا كله دختوا به. كاتب انا كاتب لكم انه الدايجنوسيس هو وان اوف اكسكلوجن. شنو يعني؟ شلون ديزيز اوف اكسكلوجن؟ أنا عندي هذا البيشنت عنده كرونيك ليفر ديزيز ليفر سيروسس وصارت عنده رينال امبيرمنت، شنو يعني ديزيز اوف اكسكلوجن؟ يعني لازم استثني شكو كوز يسوي رينال فيلير. شنو الكوز اللي يسوي رينال فيلير؟ ديهايدريشن استثنيها، نيفروتوكسيك كوز داخل الليفر استثنيه، اوبستركتيف كوز داخل عفوا الكدني، اوبستركتيف كوزز وسوت الرينال فيلير استثنيها، لازم كل شيء استثني. شفت كل شيء استثنيته وكل شيء نورمال ونفروتوكسيك ميديكيشن ماكو ما ياخذ المريض، كل هن استثنيتين عرفت انه هذا الكوز مالته رينال امبيرمنت ديو تو ليفر ديزيز اللي صحوا له هيباتو رينال سيندروم. واضح؟ واضح دكتور. هذا الدايجنوستيز مالته. شوف الاول نقطه ايش كاتب بها هني، there should be cirrhosis and that يصير هيباتورينال سيندروم والمريض ما عنده cirrhosis، ما عنده chronic liver disease، نادرا هي هاي بس الأكيوت، بس الأكيوت liver failure بس هم المشكلة بالليفر. فاحنا الشرط الأساسي انه البيشنت لازم عنده cirrhosis ولازم عنده وياها ascites، حتى الأساتس لازم موجودة. يلا نقول عنه هذا هيباتورينال سيندروم لان هو اصلا الهيباتو رينال سيندروم ما يصير اذا ما صاير كومبليكيشنز وصاير سيروسز ادفانس وصاير اسايتس عنده، يلا بدا يصير اللي يلا احتمال يصير عنده هيباتو رينال سيندروم. فلازم اكو سيروسز واكو يا اسايتس. وذن النقاط اللي مخلي لكم اياها، شنو ذن النقاط اللي مخلي لكم اياها؟ 1 2 3 4 سيرم كرياتين لازم عالي، نو امبروفمنت after at least 2 days with diuretic withdrawal and volume expansion. شنو يعني هذا؟ ليش مخليه يعني دكتور؟ يعني هو نسوى اكسكلوجن للديهايدريشن لل عفي. هسه هذا لازم اولا سيرم كرياتين عالي، معناها اكو رينال امبيرمنت، ماكو امبروفمنت اوف سيرم كرياتين ورا ما وخرت الدايوريتك. انت مطي دايوريتك على مود الاسايتس، وخرت الدايوريتك لان الدايوريتك احتمال يسوي عنده رينال امبيرمنت، خوش سبايت فوليوم اكسبانشن بعد السيرم كرياتين عالي. اذا استثنيت الفوليوم اكسبانشن ما له علاقه، الدايوريتك ويذرول ما له علاقه لان توخرتها وبعد الرينال امبيرمنت. ثانيا ابسنس اوف شوك، ما عند المريض البلد بريشر مالته زين وماكو شوك، اذا هم مو الكوز هذا مال الرينال امبيرمنت. ماكو اي نيفروتوكسيك، لا ياخذ جرامايسينات، لا اي شيء اثر على الكدني ماكو، هم استثنيتها. وماكو برانكايما الكيدني ديزيز، شلون نعرف البرانكايما الكيدني ديزيز؟
احنا المفروض نعرف البارانكامال كيدني ديزيز. شنو البارانكامال كيدني ديزيز؟ يعني الجلوميرولونيفرايتس نفرايتس او البايلونفرايتس او الانترستيشال نفرايتس. ذول شلون اسويهم؟ كل مريض عنده ليفر سيروسز اقول له تعال خلاص اسوي لك ليفر رينال بايوبسي على مود عرفهم. شلون نسوي يورين اناليسيس؟ لان هي مو منطقيه المريض تعبان اقول له تعال اسوي لك رينال بايوبسي على مود اشوف عندك بارانكامال رينال ديزيز لو لا. فشو اسوي؟ استثني اسوي له جنرال يورين والترا ساوند. الجنرال يورين يكون ما عنده بروتين يوريا، يكون ما عنده هيماتوريا، ويكون النورمال الترا ساوند. معناها نورمال الترا ساوند ماكو فد تيومر، ماكو فد ستونس هذا اليورتر مالته اليورناري بلادار، ماكو بروتين يوريا ولا هيماتوريا يدل على انه عنده انترستيك رينال ديزيز، ما ياخذ نيفروتوكسيك ميديكيشن، البلاد بريشر مالته زين، ما ياخذ دايوريتيك، طافي اكسبانشن بالالبومين وبعد الرينال امبيرمنت. اذا استثنيت كل شيء استثنيت، قلت هذا هيباتو رينال سندروم بعد. هذا الرينال امبيرمنت صار نتيجه الليفر ديزيز. وضحت اذا النقاط مهمات. وكلش مسهل لكم اياها هنا، يعني كلش مختصر بيهن. يعني ذنين حفظا شلون تشخص الهيباتو رينال سندروم. شنو المانجمنت مالته؟ مثل ما قلنا هايبوفوليميا تعالج الهايبوفوليميا، انفكشن اكو تعالج الانفكشن، خوش بريزنس اوف نيفروتوكسينز سوت توخرهن، لان الاكو ادويه وخرتني تاكلهن وخرتني تم استثنيهن اصلا من البدايه. تعطي التيرليبرسين، شوف التيرليبرسين ايش قد مهم بالاسوفاجيال فاريسز، مهم بالسبونتانس سبكتر بالعفو بالريهيبات رينال سندروم، مهم كلش مهم التيرليبرسين. ويا الالبومين، الالبومين على مود الفوليوم اكسبانشن وعلى مود هو تعوض البومين، لان هو البومين لو اصلا عنده. وهم نرجع اذا ما فاد هذا كله تسوي له احتمال تيبس، تسوي له شانت بين البورتال سيستم وبين السيستميك سيركيليشن عن طريق التيبس. التيبس هذا دائما يستخدموه بكل الحالات اللي ما فادت، ما فاد العلاج بيها، طيت البومين، عالجت الانفكشن، وخرت النيفروتوكسينز كلها، سويت له كل شيء اللي طيت تيرليبرسين، بعدها رينال امبيرمنت عاليه، بعدها الكرياتين جاي يصعد واليوريا جاي تصعد. اضطريت اسوي له تيبس شانت بين البورتال والسيستم سيركيليشن هم ما فاد. بالاخير شو تسوي؟ دائما نخليها بالاخير احنا ليفر ترانسبلانت، ما فادن كلهن، هاي ديفينس بتريتمنت، تعال تريد تعالجه وتخليه ما يرجع، ليفر ترانسبلانتيشن سوي. هسه المريض اللي صار هيباتو رينال سندروم بعد هذا النلس كم يصعد؟ النلس اذا هو الليست مالته رقم 30 بالقائمه راح يصعد الرقم 5، لان صار عنده هيباتو رينال سندروم، لان صارت عنده فد شيء خطر يموته. واضح؟ خاصه هذا التايب 1 هذا كيلر. شفتوا المورتاليتي مالته ايش قد؟ خلال اسبوعين يجوز يدين بعد هذا توب امرجنسي، هذا قبل الليفر ترانسبلانت صعده. لان اللي سويناهم قبل الليفر ترانسبلانت بس على مود شويه عطلان الموت مالته، على مود احضره الليفر ترانسبلانت الديفينيتيف تريتمنت هذه. خوش؟ نعم دكتور. زين، لهنا اكو سؤال؟ واضح ان شاء الله استاذ. ما يخالف دقيقة تنتظروني وارجع لكم. تمام استاذ براحت.
ها طلاب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ. أستاذ أكو شباب عندنا عندهم محاضرة ساعة 11. إي براحتكم. ما عندي. إحنا نكمل لو. كيفكم أنتوا شو تريدون؟ لا يعني إحنا هسا ساعة 11 إلا ربع فيعني لحق نخلص لحد 11 يعني هم هيك يسألوني يعني قالوا إذا يجي دكتور. يعني هو لحق نكمل عادي إن شاء الله نلحق نكمل وإذا يريدون يروحون خلي يطلعون عادي يعني. اوكي تمام ان شاء الله. واحنا ما بقانا بس الكومبليكيشن باللانج. مين راح ياخذ ال 11؟ دكتور قصي عبيدي. اي البولمونري كونديشنز اللي تصير بالليفر ديزيز نوعين، اكو هيباتو بولمونري سيندروم واكو بورتو بولمونري هايبرتنشن. اثنين هن لازم تعرفون الفرق بيناتهم. الهيباتو بولمونري سيندروم اللي هو هذا الكمان اللي يصير انترا بولمونري فازودالتيشن راح يصير شنت، يصير هيباتو بولمونري فازودالتيشن ويصير شنت. من يصير شنت امبير ارتيريال اوكسجينيشن راح يصير هايبوكسيا، زياده المورتاليتي من الليفر سيروسس، هم كومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن. من زادة المورتاليتي إذن لازم أحوله على ليفر ترانسبلانت. هم واحدة من الشغلات اللي لازم أحول المريض على ليفر ترانسبلانت من عندها هي الهيباتو بولمونري سيندروم. شلون أعرف إنه هذا المريض صار عنده هيباتو بولمونري سيندروم؟ أول واحدة لازم البيشنت عنده ليفر ديزيز ولازم عنده بورتال هايبرتنشن، أنا مشخصة قايس للبرشر بالبورتال. خوش لازم أشوف عنده إليفيتد بالالفيولر أرتريولر أوكسجين جراديانت حسب العمر مالته. واحد عمره 30 الارتريولر الفيولر ارتريال اوكسجين جراديانت اقارنه ويا عمره واشوفه اليفيتد هذا الجراديانت مالته اللي احنا هذا ما عندنا ولا نقيسه، بس هذا كله نتوقعه. شلون نتوقعه؟ هايبوكسيا. البيشنت عنده هايبوكسيا وهو ليفر ديزيز وهو بورتال هايبرتنشن وريكرنت هايبوكسيا، اتوقع هيباتو بولمونري سيندروم. اشخصه عن طريق اذا انت توقعت انه هذا الهيباتو بولمونري سيندروم لازم نسوي له هذا الجاس استيميشن اللي هو ما عندنا، يعني نادرا، مو ما عندنا، نادرا ما نسويه. خوش فانت اي واحد تتوقعه لازم تخلي بالك الهيباتو بولمونري سيندروم. شلون تتوقع؟ اكو شنت تسوي له ايكو كارديوغرافي عن طريق الايكو. لا يعني شويه هذه شغلات معقده لكم، حفظوها هيك حفظ، اللي بعد يريد يتعمق بيها خليه يتعمق. عن طريق الإيكوكارديوغرافي يصيحوا له مايكرو بابل كونتراست إيكوكارديوغرافي، يسووا له إيكو وخلال الإيكو يزرقون نورمال سيلاينز بالفينز بأي فين مالته، وبالإيكو ستدي يشوفون بابلز تعبر من هاي الجهة لهاي الجهة، معناها أكو شنط عنده. يصيحوا له مايكرو بابل كونتراست إيكوكارديوغرافي، هذا التشخيص مالته. عن طريق الإيكو سووا هذا الكونتراست ستدي أجيتيتد سيلاين، بعد ما تتفصلون بيها ماكو داعي تتفصلون بيها لان هاي مال بوست جراجويت، حفظوا بس هذه. خوش اذا مريض عنده ليفر ديزيز بورتال هايبرتنشن مشخصي قايسي له البلد بريشر، البريشر بالبورتال او عنده سيفجل فاريسز وعنده ليفر ديزيز وصارت عنده هايبوكسيا، اتوقع عنده هيباتو بولمونري سيندروم. شلون اشخصه؟ لازم اقيس له الالفيولر ارتريولر اوتو جراديانت وقارنها بعمره، المرضى اللي بعمره، الناس اللي بعمره، واسوي كونتراست ايكو كارديوغرافي مايكرو بابل كونتراست ايكو كارديوغرافي، اعطي اجيتيت سيلاين وعن طريق الايكو اشوف مايكرو بابل تعبر منها جه لا جه، معناها اكو شنت عنده نتيجه البورتال هايبرتنشن سوى عنده الهايبوكسيا. As simple as that. حفظوها. شنو التريتمنت مالته؟ ديفينيتيف تريتمنت ليفر ترانسبلانتيشن. ليش؟ لأن ماكو إفكتيف ثيرابي. هذا الشنط من يصير هاي مورتاليتي شخصته، لازم أقول للمريض أنت يابا عندك ريسك مع المورتاليتي ولازم أحولك للليفر ترانسبلانتيشن. واضح؟ الكمبليكيشنز الثانية اللي يصير اللي هي البورتو بولمونري هايبرتنشن، هنا يصير بولمونري هايبرتنشن. أنتوا ماخذين الريسبيراتوري، ماخذين البولمونري هايبرتنشن. بولمونري هايبرتنشن بالضبط نفس الفيشرز مال اي بولمونري هايبرتنشن يصير بالبيشنت وذ ليفر ديزيز.
بالسيتنج مال بورتال هايبرتنشن يصير عنده ريسك مال برايمري مال بورتال مال بولمونري هايبرتنشن سيكندري بولمونري هايبرتنشن ديو تو ليفر ديزيز، يعني مو برايمري مو انون كوز مو ايديوباثيك، لا برايمري بولمونري هايبرتنشن نتيجه البورتال هايبرتنشن، صح ولا بورتو بولمونري هايبرتنشن؟ شوف ذني كلهن الميكانيزم مالتن نوت ويل اندرستود لحد الان انكمبليتلي اندرستود، بس الثيوري اللي معروفه انه الفاسكولار فلو هذا اللي كل ما يزداد الفاسكولار فلو بالبولمونري فيسلز سوى شيرنج فورس، هذا الشيرنج فورس سوى ريمودلنج بالفاسكولار ابيثيليوم وسوى بورتو سيستميك شانتينج خوش وديكريز بالفاجوسيتيك كاباسيتي اوف سيروتيك ليفر، كل هذا مسؤول عن السيركوليتنج بكتيريا والتوكسينز تدخل للبولمونري سيركوليشن وتسوي بولمونري هايبرتنشن. هذه اذا تريد تعرف الثيوري، هي الثيوري مال ليش يزود البولمونري ارتري بريشر بالسيتنج مال بورتال فين بريشر بالبورتال هايبرتنشن ما يدرون، بس يقولون بسبب انه الليفر الفاجوستيك اكتيفيتي ديكريز مالته وبسبب البورتو سيستميك شانتينج راح تعبر بكتيريا هوايه وتوكسينز تعبر البولمونري ارتري زود الشيرنج فورس، من زودت الشيرنج فورس سوت سايتوكاين ريليز سوت انفلاماتوري تشينجز بالبولمونري ارتري كلها من صارت سوت بولمونري هايبرتنشن، هذا السبب اللي يفسره. واضح يعني شنو الفيتشرز مالته؟ ديسنيا كل بيشنت اون اكزيرشن خوش تشيست بين فاتيك هيموبتيسيز اورثوبنيا هذا من الفيتشرز اللي كاتب لكم اياها، هي فيتشرز مال البولمونري هايبرتنشن نفسها ما فرق عن الفرق المهم شلون الفرق بينه وبين البولمونري بورتو بولمونري هايبرتنشن عن الهيباتو بولمونري سيندروم انه ما عنده بيشنت هايبوكسيميا من قياس الاس بي او 2 ما عنده هايبوكسيميا، هذا الفرق الوحيد اللي فرق بينه وبين الهيباتو بولمونري سيندروم. بالاكزامينيشن راح تلقى الاكزامينيشن بالضبط نفس البولمونري هايبرتنشن لاوت بي 2 الاحتمال عده رايت اسبيتال جيرج بولمونري جيرج رايت فنتريكولار هيف، تعرفون ذني كلهن سامعين بيهن فيتشرز مال بولمونري هايبرتنشن بالكارديو شلون يسوون الاكزامينيشن اكيد تعرفون رايت فنتريكولار هيف تعرفوه لاوت بي 2 تعرفوه. انفتح الميكروفون يلا. نعم دكتور. اي اي سلام. يعني ان شاء الله من ناخذ كلينيكال نطبقهن، احنا هسه يعني نعرف النظري وان شاء الله من ناخذ كلينيكال نطبقها ان شاء الله ان شاء الله. اهم شيء عرفوا واحده من الكومبليكيشنز اكو هيباتو بولمونري سيندروم واكو واحده بورتو بولمونري هايبرتنشن، شنو الميكانيزم انون، بس اللي توقعوه انه بسبب فاجوستيك اكتيفيتي ماكو السيتوكاينز التوكسينز والبكتيريا كلها تعبر البولمونري ارتري زود الشيرنج فورس زود التوكسين سو انفلاماتوري تشينجز سو بولمونري هايبرتنشن، صار بولمونري هايبرتنشن صارت الفيتشرز مالته نفسها الاكزامينيشن مالته نفسه كله نفس البرايمري بولمونري هايبرتنشن. شنو الدايجنوستس مالته؟ رايت هارت كاثرايزيشن. احنا عاده البولمونري هايبرتنشن من راح تاخذه كثيوري التشخيص مالته عن طريق الرايت هارت كاثرايزيشن ويقيسون البولمونري ارتر بريشر والوجه بريشر والبولمونري كابيلاري وجه بريشر ويقيسون الفاسكولار ريزيستنس يلقون البولمونري ارتر بريشر البريشر مالته اكثر من 25 ملم ميركوري والريزيستنس اكثر من 125 داين، احتمال يلقون بالهيستوباثولوجي فايبروسيس باللانك سموث مسل هايبرتروفي كلهن احتمال يلقونهن. التريتمنت كالعاده وعيدها واسقلها شكو كومبليكيشن من البورتال هايبرتنشن بالليفر سيروسز من ذني الكومبليكيشن زود المورتالتي، ولهذا التريتمنت مالته الديفينيتيف تريتمنت هو الليفر ترانسبلانتيشن، بس ايش وقت اي واحد اسوي له؟ شرط تكون البولمونري ارتري اقل مرتفع اكثر من 25 بس يكون اقل من 35. ليش؟ لان اكثر من 35 هذا زادت المورتالتي مالته، فمو اسوي العمليه ليفر ترانسبلانت والبولمونري ارتري بريشر كلش مرتفع عليه زود المورتالتي، ولهذا لازم اقلله اذا زايد اكثر من 35 لو سيرجري بوستبوندد لو اعطيه تريتمنت نفس التريتمنت اللي تقلل البولمونري ارتري بريشر بحيث ارجع قليل اقل من 35 واسوي له ليفر ترانسبلانت. انا من سويت له ليفر ترانسبلانت واحتمال وراه مو احتمال اكيد ما دام الكوز صحح ثاني اذا راح البولمونري هايبرتنشن تعالج.
المودريت السيفير قلناها اللي هو البرشر مالته كلش عالي، نعطيه نفس التريتمنت مال بولمونري هايبرتنشن، نوخر السيمتومز مالته، نعطيه فازودايليترز، نقلل الريزيستنس، نقلل السيمتومز مالته، واما نسوي له ليفر ترانسبلانتيشن او ما نسوي له، المهم احنا قللنا السيمتومز. واضح؟ ها هي خلصت. منو عنده سؤال؟ العفو دكتور، انتو قلتوا هذا ما موجود الالفيولار ارتيريال اوكسجين جريدينت؟ مو ما موجود بس نادر لما نسويه يعني. هذا ليش نذكره؟ لا لان شنو يعني احنا ما موجود عندنا بالعراق من ذكره لازم نذكره. مو هو يعني في شيء ثيوريتيكال اكثر مما هو براكتيكال. اكثريه الطب اللي مذكور بديفيسون عندنا بالعراق ثيوريتيكال. شلون ما نذكره دكتور؟ تمام. يعني ثاني من قلت لكم السبونتان سبكتر باتيناتس نسوي لها كلتشر، احنا ما نسوي لها كلتشر، شلون ما ذكره؟ مو بلي صحيح. هو انت امشي ساينتفكلي، احنا الموجود عندنا يختلف عن ساينتفكلي، انت لازم تحكين ساينتفكلي علميا والستيبس كلها ساينتفكلي لازم تحكيها. بس عندي سؤال. يلا فرقان. ما تو مودريت يعني بالنسبه ما تو مودريت يعني برت هايبرتين يعني هو يعني عشان ما تو مودريت اول شيء اسويها علاج البومر هايبرتيشن دور اسوي هايبرترانسبلانتيشن يعني شنو العلاج يعني عافيه صحيح حكيك. انزل البولمونري ارتر بريشر لان المورتاليتي عاليه اذا سويت الليفر ترانسبلانت على بولمونري عالي بولمونري ارتر عالي، فانزلها وبعدين اسوي الليفر ترانسبلانت. زي اذا ما نزل بقى يعني ايش يعني يبقى على كونزرفاتيف؟ تمام. العفو دكتور، الركتال فاريسز يسمونها بليدنج لو لا؟ اي احتمال هيمورويد. هيمورويد دكتور، نفس الهيمورويد. هيمورويد يصير بها بليدنج لو لا؟ زين دكتور، هي الهيمورويد نفسها يعني ممكن يسببها الركتال فاريسز؟ اي الهيمورويد بالانس اكو صعدن حتى للركتم توصل للفاريسز، يعني ممكن كمان يصير بالانترنال هيمورويد الانترنال حفيه وتوصل تصعد لي فوق للركتم. الطبيين بالسكوب يشوفين حتى الركتم طالعه بكولاترال. دكتور اني شفت يعني اكثر من مقطع فيديو واكثر مكان قراته به، بس احد الدكاتره قال انه الفاريسال بليدنج مو هو اللي يسوي لنا الهيمورويد. الهيمورويد اكثر شيء تتغذى عن طريق الارتريز. شو اللي علاقه الفاريسال بليدنج بالهيمورويد؟ يعني الاسوفيجاس لو الركتم؟ لا الركتم دكتور. لا دكتور شو العلاقه فاريسز؟ ما له علاقة هاي بهاي دكتورة. ذني كولاترز هاي على جهة هاي على جهة. يعني الركتال فاريسز ما له علاقة أبد بالهيمورويد. لا ولا له علاقة أصلاً. لا دكتورة ما له علاقة. آه واضح دكتور. بعد من عنده سؤال؟ بس أنت شوفي الكومن هسا إحنا شايفين ركتال فاريسز لا قليل، أكثر شيء سوفيجيال فاريسز. واضح دكتور. بعد من عنده سؤال؟ انتوا طلاب هذا الكاتبي ترى بالرسائل هذا بالبرنامج مال جوجل ميت انا كله ما قاري. تدرون ليش ما قاري؟ لان انا فاتح السكرين على البي دي اف فما جاي اشوف حتى ما اعرف من اللي يحكي، ما اعرف من اللي اسمه. لا دكتور بعضها هي بعضها مناقشات يعني بين الطلاب يعني في السؤال في الشيء. قولوني على التليجرام انا حاضر ان شاء الله. أيوة. دكتور ان شاء الله. بعد دكتور. من عنده سؤال؟ طلاب دكتور يعني اقتراح شنو الحين قولي؟ ترى انا جلست في كيسات يعني على كل موضوع يعني بالتليجرام نتناقش فيها احسن عمود يعني تنقل معلومات بانيه هسه صارت وين هو انا يعني. ناوي اسوي لكم كيسات واسالكم بها ناوي. شكرا دكتور تعبناك. لا لا عفوا. لا بعد منو الاثنين راد تسأل شنو ايش قالت؟ العفو دكتور الكومبنسيشن سيروسس والدي كومبنسيشن سيروسس الفرق بيناتهم انه مجرد ما انه الكومبنسيشن شويه اقل من الدي كومبنسيشن يو انه ممكن كومبنسيشن يعني اذا عالجناه فشي يعني يرجع البيشنت نورمال.
يعني هو عادة الديكمبنسيتد نادر لما يرجع كمبنسيتد، بس الكمبنسيتد تشوفيه إنسان طبيعي ويأكل ويشرب وفواتح يطلع ويفتار براحته وما عنده من شوفيه أصلا ما تدري عنده ليفر سيروسيس. هذا كمبنسيتد ليفر ديزيز، يعني الأسايتيس صار أسايتيس، بدأ يكون تطي دايورتيك، قام يفقد الوعي، كونفيوزد يصير. هذا نادرا بعد ما يرجع، ليش؟ لأن هو من وصل مرحلة الديكمبنسيتد معناها الليفر ماس قلت هوائي، معناها الليفر فانكشن قل هوائي، الليفر ما يرجع طبيعي. الليفر من يتعب ما يرجع، ماكو بعد ماكو ريجريشن، ماكو باك فاير، يتقدم ما يرجع. كل ما يتعب اكثر احتمال الليفر ترانسبلانت تحتاجي اكثر، فنادرا ابو دي كومبنسيتد يرجع كومبنسيتد. العفو دكتور، والكومبنسيتد يعني ما اقدر ارجع البيشنت تماما نورمال وخلص من السيروسيس، يبقى بالسيروسيس بس هو كومبنسيتد. كل ما شوفي وصل البيشنت ليفر سيروسيس، هذا بعد هاي هي الليفر انتهى، فايبروز صار لازم ابدله، بس ابدله راسيا لا، انتظره لما يصعد الميل سكور ما تلقيت لكم عاديه او صارت عندك كومبليكيشن. هسه حاليا يقولون اكو ثيوريز على اساس الليفر من يصير بي فايبروسيس حتى لو جريد 4 على اساس يرجع نقدر نرجعه، اللي هي لحد ما مثبته وما بها ما بها ادله ولا دراسات. الليفر ذا فايبروز هاي انتهى بعد. واضح دكتور، مشكورين. بعد من عندي سؤال دكتور؟ ممكن سؤال؟ دكتور ممكن دكتور المداخله اللي قلت على مود الفيتشر مال الليفر سيروسيس اللي تشبه اذا بيشت عندها هباتيتس بي وسي، اي هاي ما فهمت شوي بالضبط، شنو ممكن تقدر تعيدها شوي على السريع؟ شنو هي عفوا؟ يعني انت قلت البيشنت اللي عنده ليفر سيروسيس دكتوره، هذا اللي حكيته كله، هذا اللي حكيته كله كله نفس الشيء، سواء السيروسيس صار من هيباتيتس بي، سواء من هيباتيتس سي، سواء من الكحوليزم نون الكحوليزم، سواء من هيموكروماتوسيس ويلسون برايمر بيلير سيروسيس برايمر سكلوزنج، كله نفس الشيء، كله نفس الفيتشرز. تمام، يعني الفيتشر نفسها بغض النظر عن السورس يعني او الاندرلاين باثولوجي. بس اكو شغلات مثلا انا قال لكم اياها بالالكوهوليزم، مثلا الالكوهوليزم احتمال يصير عنده فيرنكس انكيفالوباثي، احتمال تستيكولار اتروفي، ذني شغلات باراثرانيوروباثي، ذني شغلات خاصه بالالكوهوليزم بالاضافه للفيتشرز مال السيروسيس. تمام واضح دكتور، شكرا. تمام. بعد يعني من والكمبنسيتد ليفر سيروسيس يعني هذا هم يحتاج مثلا نسوي ليفر ترانسبلانت لو بس من يصير بحاله اذا صار عنده؟ لا مو انا حكيتها، ما منتبه لا منتبهت لها بس منها بس ابي اعرف هذا شوفي يصير دي كمبنسيتد لو لا الكمبنسيتد، اما يصير دي كمبنسيتد اخليه على ليفر ترانسبلانت او احسب له اكو شيء اسمه ميلد سكور ميلد. تمام واضح، عارف حددنا البروغنوسيس. عاده من يعبر الرقم مال 15 اقول له يا بت بعد الاحتياج ليفر ترانسبلانت راح يخليك على الليسته. خوش تمام، بس انا هو اكو شغله ما فهمت، هو كومبنسيتد كومبنسيتد يعني اكو مرات تجي يعني لحظات يصير دي كومبنسيتد يعني ممكن يتحول لدي كومبنسيتد. لحظة ليش دكتوره مين اجى دي كومبنسيتد؟ اكيد كان كومبنسيتد وتحول دي كومبنسيتد. تمام يعني يصير أو هو من البداية سيفيرلي صار دي كومبنسيتد ليفر فيلير. يعني شنو المشكلة إذا واحد على ساعة ومستقر وصارت عنده سيفير أساتس أو نزف أو كان عندي بيها كونفيوجن، كان عندي بيها كونفيوجن وتأكدت. حاضر أي شيء سألوني. حاضر شكرا دكتور، شكرا. بعد من عنده سؤال، أعتذر المحاضرة طويلة شوية بس هي يعني مهمة.